والموسم الرابع برنامج طويل توكس رحلة واي مع كل ضيف، وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. اهلا بك سي اسامه، وملي جيتي عندنا الرباط دابا يمكن لينا يمكن نجيو كثير غدينا ديك المسافه كامله ما كتبش، دابا حنا كتاب في الرباط. كتبت الحمد لله. قال لك كيقول لك كل تعطيله فيها خير دكتور عبد الرحيم. عبد الرحيم استاذ الدراسات السياسيه والدوليه، رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجيه والتحليل الامني، ومحلل سياسي مغربي. متفق معايا ولا تبغي دير شي اضافه؟ هادشي اللي كاين. ونبداو مع المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجيه والتحليل الامني، واللي كيتعتبر مركز الاستشاره والخبره في الشؤون الاستراتيجيه والتحليل الامني، يتابع ويحلل كل الاحداث الجاريه في العالم ويقيس او يقيس درجه تاثيرها على المغرب. والسؤال الاول، اسستي المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجيه والتحليل الامني باش تقدموا تحليلات سياسيه وامنيه على القضايا الوطنيه والاقليميه، ولكن كاين اللي كيشوف ان بزاف ديال مراكز الابحاث ماشي غير في المغرب بوحده ولكن في العالم العربي ما عندهمش الاستقلاليه وكيتاثروا بالاجندات السياسيه. الى اي مدى يمكننا القول ان المركز الاطلسي يمثل استثناء؟ اولا غير باش نتفقوا، المراكز بعدا في العالم العربي عندنا قلال بعدا بالمقارنه مع الدول الغربيه. كتعرف المنشا ديال المراكز فين كاين؟ هو الولايات المتحده الامريكيه، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما كيتقالش بأنها هاد المراكز كتخدم وفق الأجندة، شي أجندة معينة. أنت مركز كدير تحليل، كتعطي أوراق، كاين أنواع ديال الأوراق. نعطيك مثال، كدير ورقة كنسميوها حنا مثلا ورقة ديال تحليل اللي هو أمني أو تحليل سياسات أو تقدير موقف، كتسمى أوراق. هاد الأوراق كتمشي مثلا، كاين احيانا جهات اللي كتطلب اوراق استشاره. ملي كتعطي هاد الاوراق هادي انت كتعطي الراي ديالك، الراي ديالك مؤسس، لان هاد الاوراق حرفه. وغتقول لي انت المركز، غنقول لك حنا بدينا التجربه، كان عندنا المركز المغاربي في الاول. من بعد مشيت انا واحد السنه الى سنه وزياده، مشيت الى الامارات العربيه المتحده، خدمت في مركز الامارات للسياسات، كنت رئيس الوحده، رئيس وحده المغاربيه. وقت كنشتغل مع وحدات اخرى، بمعنى كانوا عندنا تقريبا واحد 4 ديال الوحدات، كنا حنا رؤساء ديالهم، ولكن كنا كنشتغلوا على كل القضايا ديال العالم. رجعت هاد التجربه جناها. هاد المركز عنده جوج حوايج، اولا كيخرج للاعلام بزاف، كتخرج كتعطي راي في الاعلام، ثم كتعطي هاد الاوراق. الاوراق ملي كتمشي لواحد في مركز القرار، راه يمكن ليه ياخذ بها، يمكن ليه ما ياخذش بها. اذا هنا ما كاينش اجنده. احيانا تطلب منك استشاره معينه، كتعطي استشاره، واللي غادي يطلب منك استشاره ما غايقولش قول كذا، لان هاد الاوراق ما كتخرجش، هاد الاوراق ما كتخرجش للعلن. هاد الاوراق، هاد الاوراق كتمشي، كيمكن تقول اودي مثلا، يمكن تقول ورقه ديال تقدير مثلا موقف، وقعت واحد الازمه معينه، شنو الراي ديالك انت؟ كتحط هاد المعطيات، وكتحط مثلا كدير تشخيص، وكتعطي السيناريوهات، وكدير توصيات. هاد التوصيات يمكن ياخذ بها هذا اللي طلب منك، يمكن ما ياخذش بها. اذا هاد الناس اللي كيقول لك اجنده، ما صحيحاش هاد الفكره. هذه شويه العقليه ديال 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 المناوره. ولا كيقول لك راه انت مركز كطلع في الاعلام، كيقولوا لك كيفاش غيقول لك انت طالع؟ دابا انا كنهضر معاك، انا معاك دابا الان، واش تناقش على شي اسئله؟ ما تناقشناش. جيت دابا انا كتسولني كنجاوبك، معايا شي حد كيقول لي قول، ولا ملي كتقول مباشر انت مثلا على قناه ديال التلفزيون، كاين شي واحد كيقول لك في ودنك قول هذا الاتجاه هذا. لا، كتخصك تكون كتعرف الثوابت ديال البلاد، كتكون كتعرف البارة، خاصك تكون شنو عندك؟ انك راه كتهضر، انت غيشوفك واحد مثلا، ولا ورقه عطيتي مثلا ملي كتطلب اوراق. انا بالمناسبه لما مشيت للمركز في الامارات كيفاش كان؟ ما كيعرفونيش، طلبوا اوراق من واحد المجموعه. شنو كيطلبوا؟ طلبوا اوراق، كيقول لك اودي بغينا توصيف شنو كيدير المنطقه المغربيه. انا عطيتك كيف كتبت انا الورقه، مشات ما كنعرفهمش.
طلبوا مني ورقه صيفتها، من بعد كيتصلوا بيك يقول لك بغيناك تجي عندنا تحضر معنا في واحد النقاش. النقاش كان شنو الموضوع؟ النقاش كان على الموضوع ديال الحوثيين. انا داك كنهضر معاك انا في 2014، الموضوع ديال الحوثيين شاركت انا في النقاش. كان بالنسبه لهم الحوثيين كان هذيك الساعه كاين اللي كيقول لك خطر، كاين اللي كيقول لك ماشي خطر. شاركت في النقاش، من بعد كيعيطوا عليا نشارك في نقاش اللي حضروا فيه الاتراك على هذا المركز. من بعد طلبوا مني انني نناقش مركز الارام، جيبين اوراق. من بعد من قال لك ودي واش ممكن انك تدير معنا كونترا؟ انا كنت كنقري في الكليه، رجعت خديت ما يسمى بالسنه السباعيه ومشيت. ملي رجعت جت هذيك التجربه هي اللي كنشوفوا الان. غايقول لك شي واحد هذه المراكز ما كنشوفوهاش، ولكن ما عرفوش هذه المراكز اش كدير، ما كيعرفوش بان هذه المراكز مثلا هذا الخروج في الاعلام، لان مراكز ماشي ضروري انك تدير ندوات وتجمع عباد الله وكذا، ماشي هذا هو الدور. هو تكون كتعرف تصدى احداث، كتقدر تسبق بواحد الرساله كتخرج، كتعرف دير اوراق، هذا هو الدور ديال هاد المراكز. قضيه ديال الاجنده، ما انا كنظن بان هاد المساله ما خصهاش تبقى تقال. اجنده مع من؟ شنو هي الاجنده لمن؟ مثلا شنو هي هاد الاجنده؟ اش غيقول لك هاد الاجنده؟ واش كدير؟ لان القضايا اللي كتخدم فيها انت كتخدم في قضايا اللي كتعلق بالمحيط الداخلي او لنفرض كاع ملي كيطلب منك راي ديالك في القوانين الانتخابيه. عادي نعطيك مثال بسيط، عادي القوانين الانتخابيه. كان عندنا نقاش على العتبه، لا تذكرتي هاد المساله، نحيدوا العتبه ولا نخليوها؟ كيكون عندك راي تقول ودي بغينا نخليو العتبه ولا نحيدوها، اذا هاد الراي هذا شكون غادي يضرب؟ لصالح من كتكون خدام؟ هاد الخطاب، هاد النوع هاد الخطاب شويه عندنا قديم شويه. ديك القضيه ديال راك تخدموا وفق اجنده، كيفاش اجنده؟ كنقول لك الالاف ديال الاوراق اللي كتعطى لصانع القرار كتشوفها، ديال الموطن ديال المراكز هو الولايات المتحده الامريكيه. بالمناسبه الخليج الان كيتطور، الخليج كله فيه مراكز. مثلا كتوصلني انا اوراق ديال المركز اللي كيعتني بايران، متبع ايران فقط، متبع ايران. حنا مثلا كان خاص يكون عندنا مثلا مركز متبع الجزائر، حنا متبعين الجزائر، متبع مثلا الدول اللي حدانا موريتانيا الجزائر كتبع هذا الملف. هذا الشيء اللي كاين، هذه هي الخدمه ديال لكن الاوراق اللي ذكرتي كيكون عندها علاقه بالشان الخارجي ايضا، ماشي غير الشان الداخلي. لا كنهضروا حنا على الشان الخارجي، كنهضروا على الشان الخارجي. احيانا انا لانني انا عندي واحد تكوين عباد الله يقول لك غتقول انت غتقول بانك كتهضر في بزاف ديال الحوايج. انا التكوين ديالي في العلوم السياسيه، كيمكن لي انني نعطي اوراق في الشان الداخلي، كيمكن لي نعطي اوراق في الشان الخارجي. هذه اوراق علميه، اوراق كاينه طريقه ديال الكتابه ديال الاوراق، طريقة الكتابة ديال الأوراق واش كتكون حرفة كتكون بنية بنية بطريقة موضوعية ولا لا؟ لا كتكون، شوف ما غتعطيش لواحد واش كتكون بنية على الحياد؟ لا ما كتكون بنية على الحياد، كتكون بنية على الحياد. لأن ورقة ملي كتعطي توصيات أو كدير تشخيص راك أنت مسؤول عليه، يعني كتكون بنية على الحياد. كتكون بنية على الحياد، حيت كاين اللي كيقدر كيقول باللي الحياد تام صعيب بزاف، خصوصا في واحد البيئة اللي فيها التوترات السياسية بحال المنطقة ديالنا مثلا في الصراع المغربي الجزائري. لا بحكم انك مغربي ما غتكونش محايد. لا طبيعي، شوف بدا واحد القضيه كدير هذه القضيه ديال الحياد، راه الظاهره كتكون الظاهره كتكون موضوعيه ملي كتكون بحدها. الظاهره نهضر معاك بالعلوم الاجتماعيه، الظاهره ملي كتكون بحدها ما دخلش عليها البشر كيشوفها كتكون موضوعيه. من بعد ضروري انني ماشي المفهوم ديال الحياد انني نعطي الامور كيفاش كنشوفها، ولكن دائما من المصلحه ديال المغرب انطلاقا من الامن القومي ديال المغرب. ما غنجيش نقول لك دابا انا مثال، ما غنجيش نقول لك دابا الان بانه راه ما غتكونش حرب بين المغرب والجزائر. لا انا خصني نجي نقول اودي راه غتكون حرب، لانني عندي مؤشرات ومعطيات اللي كتبين لي يمكن تكون حرب. هذا جانب. ما غنجيش نقول لك اودي لا الجزائر ماشي عدو ولا الجزائر عدو. ولكن كنتي جزائري وكنتي غادي تكون انتيا في الاوراق ديالك جزائري تتبنى على الجزائر. الامن القومي الجزائري جزائري عادي عادي جدا. ويوم عم تخدم الامن القومي راه انت عايش في واحد الدوله هنا، دوله خاصك انت دوله امامك المصالح ديال هاد البلاد، المصلحه العليا ديال هاد البلاد، اذا كتشوفها انطلاقا من هنا رجليك هنا. حتى ملي كنت انا في المركز ديال الامارات احيانا كانت كتطلب منك استشارات، كنت كنطلق من موقعي كمغربي. كنتذكر كانت وقعت ازمه بين المغرب ومصر انذاك، وكنت انا الورقه اللي درت اودي راه المغرب راه قوه اقليميه وراه ممكن انه يدير مثلا خاصكم تحلوا المشكل ما بين المغرب ومصر، لان مصر لا كتذكر كانوا داروا واحد الموقف مضاد للمغرب، راه المغرب بالنسبه لكم
راح المغرب اقوى من مصر يمكن ياثر على ولكن من منطلقاش من منطلق انني كمغربي يعني ما المركز ديال ولا المركز الاطلسي بحكم انت مغربي وكتعيش في واحد البيئه اللي سياسيه اللي نوعا ما معقده ما غاديش تكون عندها واحد الاستقلاليه كامله. لا ما كاينش واحد عنده استقلاليه كامله باش نكونوا واضحين. ما كاينش شي واحد عنده استقلاليه كامله، نتحدى شي واحد يقول لك انا مستقل، ما كاينش. حنا اولا بشر كتاثر بالبيئه اللي فيها. انت عايش وسط واحد الدوله ما تقولش لي يوميا كتسمع اخبار. البشر هذا ما كاينش شي بشر مستقل، غتقول لي الاعلام مستقل، ما كاينش شي اعلام في العالم مستقل. وغنقول لك بانني شرفت على اطروحات هنا في هذه الكليه داروها صحفيين، منها اطروحه ديال واحد رئيس تحرير اللي كان في الجزيره كيوصل لهذ الخلاصه بانه ما كاينش استقلاليه. ما كاينش استقلاليه. فين كتكون الاستقلاليه؟ في الادوات العلميه كنمكن ناقشها. خاصك تكون عندك ادوات علميه كيفاش كتقيس، كيفاش كتبني مؤشرات، كيفاش كتشوف، كتلاحظ. هنا يمكن نهضروا واش حريفي ولا لا. اما الراي لا. ما يقولش شي واحد بانه مستقل. ما يقولش كاين تاثير. ما كاين تاثير ضروري، وحنا ماشي بشر. كتسمع الاخبار يوميا، كتسمع الاخبار. هاد الاخبار كتضرك في مخك، انت كتوجهك في واحد الاتجاه. عادي. كيفاش كتدخلوا الفلوس من المركز الاطلسي؟ ما كندخلوش فلوس حنا في المركز الاطلسي، اللي قالوا لك كيكذب. ما كندخلوش فلوس. ما عندناش حنا المركز الاطلسي جمعيه. شنو يجمع جمعيه كتدخل فلوس؟ لا. لا ما كندخلوش فلوس حنا. حنا لحد الان كاينه شنقول لك. وعلاش كديروا ديك الخدمه؟ كيفاش علاش كنديروا ديك الخدمه؟ مركز ديال الخبره. مركز ديال الخبره كنديروه حنا عندنا مثلا. كديروه لله في سبيل الله زعما. لا ماشي خلي قضيه لله في سبيل الله. حنا مثلا بغينا نديروا واحد اللقاء. مثلا بغينا نديروا واحد اللقاء كيمكن نكتب لواحد الجهات نقول لهم اودي عاونوا شنو هي عاونوا؟ ماشي عطونا فلوس. عاونوا عندنا واحد الضيوف كيمكن يشدوا، هذه معروفه هذه القضيه. تسكي لوجيستيك. اييه كيعطوا لك، اما فلوس لا. كون متاكد من هذه القضيه. لا وكلش هادشي كديرو حبا هكاك زعما ولا؟ لا ماشي حبا. شنو هو الدور ديالي انا؟ شنو الهدف؟ لا بلاتي شنو هو الدور ديالي انا؟ شنو هو الهدف؟ الهدف هو انك اولا كتحلل، كتخرج اوراق، حاضر. لان شنو هو الدور ديال الاستاذ الجامعي؟ واش استاذ جامعي يمشي ندير المحاضرات في الكليه ونجي؟ لا خاص يواكب التطورات العلميه. يواكب لان هذا المركز حنا شنو كاين؟ مركز اولا انا كاستاذ جامعي خصني واحد اللوكال يكون عندي ابار فين ساكن انا مثلا هنا، ويمكن انا ذاك تشوف راه كاين اللي كيمكن يعاونك يقول لك اودي ها انت يمكن لك هذا اللوكال هذا. ثانيا هاد المركز كيكون عندك واحد الموقع. واحد الموقع اللي كتصرف فيه هذه المساله، كتصرف فيه الاراء ديالك. ماشي حنا ما كندخلوش فلوس، ما كاينش هذه القضيه، لانه هذيك شركه هذه جمعيه. حيت كاين اللي كيقول الدكتور عبد الرحيم منال السليمي خدام على المخابرات المغربيه. هذا اللي كيقول هذه الهضره. حيت شفنا نهار كنشوفوا كدوي على الجزائر، المغرب، الجزائر، المغرب، كتعطاكي الجزائر بزاف. الناس فيسبوك الشعباوي راك عارف. هذا خطاب ديال الفيسبوك الشعباوي يقول لك راه خدام على المخابرات. شكون هذه المخابرات بعدا المغربيه؟ شنو هي المخابرات؟ واش تبقين عقلي على المخابرات هي هذاك الشيء القديم اللي كانوا كيقولوا لنا حدي راسك راه كذا. حتى المخابرات في العالم، في البلاد كامله، اي بلاد في العالم فيها مخابرات، مؤسسه مرتبطه بالامن القومي ديال البلاد، فيها ناس كيخدموا كيجمع المعلومه كيعرف شنو واقع. ما كايناش شي بلاد تقدر تمشي بلا مخابرات. خلي ذاك العقليه القديمه، راه باقي الناس عاقلين على القضيه ديال المخابرات وناري راه داروا في خنش. عقلتي هذه الثقافه، هذه الهضره كلها مخابرات. كاين بعدا حنا كنهضروا على دبلوماسيه امنيه. شنو هو الدور ديال المخابرات؟ مؤسسه اداره بحال الادارات، عندها دور، كتجمع المعلومات، كتحلل المعلومات، كتعطي لصانع القرار، كتقول له ودي مثلا هاد الاتجاه فين غادي، هاد الاتجاه فين غادي، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. كيفاش انا غنخدم مع المخابرات؟ انا راه استاذ جامعي. كيفاش يمكن تقول لي كدافع على البلاد، ولكن باش تقول لي انت ان المخابرات تعيط عليا بالتليفون تقول لي قول هذه القضيه. نعطيك مثال بسيط، دابا كتعرف الاعلام طالع انا في قناه، ياك طالع في قناه غادي يبقى واحد مثلا غيجي واحد من المخابرات يقول لي قول هذه القضيه. لا ولكن كاين اللي كيقول مثلا هذا الشيء ما كانش قبل، حيت انت بديتوا انتوما، انت وبزاف الناس اخرين. انا نكمل السؤال ديالي، انت وبزاف الناس الاخرين. نهار بدات الجزائر بدات هي كدير نفس الاسلوب اللي انتوما بديتوا كديروه دابا، وبحال كيقول لك بان المخابرات هي اللي عطات التوصيات هذه واستعملتك انت ومجموعه من الناس. لا وكيقولوا بان رد على هاد الهضره، ديك الامور اللي كدوي عليها الجزائر. هاد الهضره كتقولها الجزائر هي اللي كتقولها. وانا الدور ديالي انا محامي الشيطان، انا راه مغربي. ولا فلان عرفت كتقولها، كيقول لك فلان
كيديرون هنا الصوره وكيديروا واحد المجموعه ديال الاسئله. ولكن يقولوا بوق من ابواق المخزن. لا خلي بوق من ابواق المخزن، دابا ما كيعرفوش المخزن بمفهوم السوسيولوجي بعدا. الماء والعافيه والمخزن في التاريخ ديال المغرب ما كيعرفوهاش، المخزن بعدا يمشي يقرا عليه الواحد باش يقول شنو هو المخزن، باش يعرفوا هذه القضيه دي. البنيه ديال المخزن شنو هي؟ هذه القضيه ديال بوق سهله، داوي في التلفزيون بوق طلع تدوي. هذا اللي كيقولها طلع دوي، تشعل عليه الكاميرا يقدر يطيح. باش نكونوا واضحين كيسحبوا داك الشيء سهل. حنا راه عندنا 24 عام ديال لا قول لشي واحد لا قول لي طلع. طلع المباشر حيد الوراق وطلع جاوب واش كتعرف شنو الاعلام بعد مرات 5 دقائق وقع هذا طلع. كنتذكر انا الجزيره براسها، الجزيره براسها 2007 كانت عمليه ارهابيه في الدار البيضاء، كتذكر خلي العمليه الاولى خلي الاولى ل 2007 2007 ما قالش 2007 كانت عمليه ارهابيه في الليل مباشره وقعت. باقي ما كاينش معلومات، كيعيط علينا كنطلع في النشره الرئيسيه ايوا طلع انت كلشي كيتسنى طلع 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 قول لي طلع هضر اولا في المباشر. دابا كاين هذه القضيه غير كتبان لي كتهضر بوق سكتي وفينك كي غادي يدير هذا سكتي وفينك وغبرتي كيفاش بوق؟ بالعكس شنو غنديروا؟ غنخليو حنا الساحات خاويه؟ واش انت كيعيطوا لك مثلا القنوات كلها دوليه؟ انا دزت في اغلب القنوات الدوليه شنو عندي شي تدخل؟ ولكن حيت دابا نتايا دكتور واستاذ ديال الدراسات السياسيه والدوليه ودزتي بزاف ديال المنابر الاعلاميه لا على المستوى الداخلي يعني في المغرب لا على المستوى الدولي قناه الجزيره وقنوات اخرى، وهذا الشيء اللي كيعطيك انه تكون عندك واحد المكانه وكتكون في واحد المستوى اللي عالي، ولكن علاش كتهبط مره النيفو؟ لا حيت كيفاش كتهبط النيفو بحالاش؟ داخل في المعاطيه مع بوني في الصحفي بوني. لا حسب بوني في الجزائر. شوف بوني في الفيديو. حيت بوني في ما عرفنا هو الصحفي ما عرفناش كذا. هذيك القضيه ديال المعاطيه. هو مثلا كاين هو دابا مثلا كيطيح من الهضره وكيبقى داخل في هذوك المعاطيات ديال العيالات كما كنقولوا وانت ب دابا انت واش باغي تحطني انا بحال بديك القضيه ديال واحد استاذ جامعي؟ لا سيدي انا كنفصل. كنفصل كي خصك تبقى في واحد المستوى. لا 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 ما كاينش كنبقى في واحد المستوى اسمح لي. المستوى انا كنعرف نهضر بكاع اللغات. ولكن دابا جا واحد انت سبك كتهبط المستوى ديالو. اسمح لي سبني هذاك خرج واحد الوقت قال واحد الكلام راه كاين بزاف ديال الناس قالوها ضروري ان نرد عليه كيما رديت على هذاك ديال كندا كنعرف رد انا لانني انا كنعرف. كتهبط لا ما كاينش تهبط لا انا تميز جي للجامعه حضر المناقشات اللي كندير انا وحضر المحاضرات غتلقاني واحد اخر هذيك الجامعه. هنا الاعلام لان كنميز بين حوايج انا كاين الفاعل السياسي اللي كينتج النشاط بن كيران اخنوش هادو فاعلين وكاين المحلل كنلعب انا دور ديال المحلل. محلل هي انك انت كتحلل كتوجه الراي العام ممكن يمشي معك في واحد الاتجاه هنا كتكون وكاين الباحث. الباحث كيستعمل نظريات كيدير المسافه. الباحث كاين في الجامعه اما هنا كنولي في الاعلام كنجاوب اي واحد نجاوبه بالطريقه باللغه اللي هضر بها يمكن نهضر معاه في القانون الدولي وفي العلاقات الدوليه ويمكن ننزل ولكن اكونديسيون انني ما كنمشيش للجوانب اللي هي اخلاقيه ما كندخلش انا كتسبيه ولا غيره لا هذا هو الجانب اللي ولكن ترد عليه ترد عليه خصني نرد انا. انا هذه الطريقه بزاف ديال الناس كيقول لك لا علاش كترد لا غنرد انا اش كندير؟ الرد. لان انت كما كتقول انت ما كتردش كاين واحد الفئه يقول لك هو انت ما قدرتيش ترد عليه. راه عندنا فئات في المجتمع. اذا نرد ضروري انا خصني نرد انا كنرد. دائما خصني نرد انا. ولكن واش ضروري؟ ضروري. بالنسبه لي غادي يقول لك واحد راي اخر كيقول لك لا انت ملي كترد على شي حد كتعطيه كاين اللي كيمشي يهاجمني انا باش انني نرد عليه باش كي باش تطلع باش تطلع كنقولوا بهذا المصطلح. اه الوقت اللي مع مثلا واحد راه رديت عليه مرات متعدده هاد جيراندو ديال كندا رديت عليه ولكن ملي وصل لمستوى كيهضر على ميطام وهي الوليده ديالي انا قلت لي صافي اسمح لي وصلتي لميطام ما بقيتش غنجاوبك صافي ما بقى اش تقول لي صافي ما انا وصلتي لهذا المستوى صافي ما نجاوبك لان خصك تجاوبني على الاسئله ديال اللي حطيت انا سالي هذيك الساعه كتسكت بونيف ما بقيت جاوبته صار واحد الوقت ما بقيتش كنجاوبو. طيب دكتور سليمي سمعتي الخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 11 سنتي الخطاب كامل لأول مرة
في خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يركز الخطاب بشكل كامل على قضية الصحراء المغربية. واش كتشوف أن التحول الكبير عنده شي دلالة معينة؟ وشنو هي الرسائل اللي باغي يوصلها من خلال هذا التركيز؟ أولا كلنا تبعنا الخطاب الملكي، والمناسبة أنا كنت في الليلة ديال الخطاب كنت في القناة الأولى، درت تحليل القناة ديالنا الأولى تحليل الخطاب الملكي. أولا هنا افتتاح ديال الدورة الخريفية البرلمانية، هذه لحظة دستورية اللي كيوجه فيها جلالة الملك الخطاب إلى المشرعين والكافة المغاربة، مشرعين حكومة مؤسسات إلى كافة المغاربة. قضية واحدة اللي كانت في الخطاب من البداية إلى النهاية هي قضية الصحراء المغربية، وحنا هنا في هذه المرحلة جاء هذا الخطاب بعد واحد الديناميكية ديال الاعترافات. أعطيك مثال هنا، من 2022 المنتصف ديال 2022 إلى حدود أبريل 2024 38 اعتراف بسرعة جاءوا، وفيهم فيهم الاعترافات، فيهم الإسبانية وفيهم الفرنسية. هنا رسالة واحدة كنا كنقولوها، كين واش ملف الصحراء غيبقى غادي إلى ما لا نهاية؟ لا، جاء الوقت ديال الحسم. إذا الخطاب الملكي فيه رسالة واحدة وهي أننا دخلنا المرحلة ديال الحسم ديال الملف، لهذا كاين الدعوة هما يسمى الدبلوماسية القرفاوية. لا، دخلنا المرحلة ديال الحسم ديال الملف، لأن هذا الملف هذا ما يبقاش إلى ما لا نهاية أمام الأمم المتحدة. راه وقع بهذه العبارة أنه وقع واحد تراكم كبير، لا على المستوى تراكم كبير، على مستوى الواقع تراكم كبير، وعلى مستوى القانون. إذا هنا شنو بقى؟ بقى واحد القرار يجي من الأمم المتحدة اللي غادي ينهي الملف، لأن الملف ما غاديش يبقى غادي أمام الأمم المتحدة، واحد الوقت غادي تسحب الملف. والدليل على ذلك أنه القرارات ديال مجلس الأمن الأخيرة كتقول لك طال أمده هذا النزاع، والتقرير ديال الأمين العام كيقول لك حتى هو هذا النزاع طال أمده. إذا ما يمكنش يبقى غادي أكثر من هذا. القوى الكبيرة مع المغرب، أمريكا كاين الاعتراف مسجل في السجل الفيدرالي، فرنسا اللي جات في إشارة في الخطاب الملكي. علاش فرنسا بالضبط؟ لأن فرنسا كتعرف الملف جيدا، فرنسا عندها علاقات تاريخية بالمنطقة. ثم الدول الأخرى اللي كنقولوا روسيا، الصين، كنقولوا بريطانيا، هذو الدول الخمسة. هنا جاء الوقت ديال الحسم هذا الملف. الدليل على ذلك شوف ماذا يجري في الجزائر من وراها، شوف شنو الوضع ديال الجزائر من وراها. ولكن كاين اللي كيقول ضد هذا الشيء اللي قلتي كامل. علاش؟ كاين اللي كيقول على ان تخصيص الخطاب باكمله لقضيه واحده كيبان وكان هناك خوف من ضغوط دوليه قادمه كقرار محكمه العدل الاوروبيه المتعلقه بالغاء اتفاقيتي الصيد البحري. ماذا لو كانت هذه اشاره لوجود ضغوط متزايده على المغرب؟ لا، قضيه ديالها باش نفهموا هذه المساله. القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه راه حدو اوروبا، حدو اوروبا. هذاك القرار شكون الاطراف ديالو؟ الاطراف ديالو هي اطراف اوروبيه. واش هذاك القرار غير يمكن ياثر على، نهضروا باللغه ديال القانون، هذاك قرار ديال المحكمه الاوروبيه، الملف كاين عند مجلس الامن وكيخرج قرار ديال مجلس الامن، واش المحكمه الاوروبيه غتاثر على الامم المتحده؟ ما يمكنش. ثم واش المغرب دار شي مذكره؟ هذاك قرار كيتعلق بالاوروبيين، كيتعلق بالاوروبيين وحدهم. اذا اللي قال هذه الهضره راه ما فهمش الامور مزيان. ولكن إذا كان متعلق بالأوروبيين علاش خرج وزير الخارجية باش يرد على هذاك القرار؟ لا شوف، كيتعلق متعلق بالأوروبيين، كيتعلق بالأوروبيين. لا اسمع لي، واحد القضية يمكن 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 نتفقوا، ما دارش المغرب بيان، دار بيان؟ لا ما دارش بيان. ولكن ملي كيخرج وزير الخارجية الصحافة ملي كيطرح، لا بلاتي، ملي كتكون في ندوة صحفية طرحوا عليه سؤال جاوب، ولكن واش المغرب دار بيان؟ لا ما دارش بيان. وزير الخارجيه كان في ندوه صحفيه، طبيعي غيطرح لك سؤال صحفي ما غتجاوب، غتقول له ودي هادشي ما كيهمناش وراه اللي كاين، ها الاشارات اللي كاينه فقط. ولكن واش بيان رسمي؟ ما كانش بيان رسمي، معنى هذا هادشي ما كيعنيناش. فقط في العمليه ديال الحوار ديال، ماشي حوار، عفوا، سؤال طرح عليه راه طبيعي انه غيجاوب،
وراه من خلال الجواب ديالو قالها، قال لك اودي حنا مشنا اطراف ماشي اطراف، وقال كو جمله قال بان الملف راه كاين عند مجلس الامن وهذه القضيه خاص الاوروبيين انهم يحلوا هذه المساله، لان هاد الناس ما كيعرفوش الخطوره ديال هذا القرار. الخطوره الاولى ان هذه المحكمه اعطت الراس الصلاحيه ان اي اتفاق غيديروه الاوروبيين الاتحاد الاوروبي خصو يدوز عندها، ما عمره عطاها شي قضاء الراسو الاولى. بعدا هذه الاولى غيولوا رقم. الحاجه الثانيه انه هنا فين كتوقف مثلا الى ناط الدول الاوروبيه راه شي الموقف ديالها وبغات دير اتفاق ثنائي مع المغرب، واش غتمنعها المحكمه الاوروبيه؟ هنا غيولي مشكل ديال السياده، ويمكن يكون سبب في التفكك ديال الاتحاد الاوروبي بحال هذا النوع ديال القرارات. نزيدك الحاجه الثالثه اللي ما انتبهوش لها الناس، ان هذيك المحكمه ما كتعرفش المنطقه. واش كتعرفش دارت هذيك المحكمه ولا لا؟ ملي مشات القانون المعاهدات اللي هضراتو مشات لواحد الماده 29، دخلت المخيمات ديال الحماده ديك المنطقه كلها دخلتها عندنا حنا ديالنا، دخلتها عندنا حنا ما فهماش، كتقول لك بحال ولا عندها كله بحال ماشي تابع للجزائر، دخلوها عندنا حنا راه ما انتبهوش للجزائريين هذه القضيه هذه. نزيدك واحد المساله اخرى، استعملوا الماده 73 من ميثاق الامم المتحده كتهضر على الاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي، وداروا فيها هذه الماده هذه المغرب مش عاطي الاقاليم الجنوبيه الحكم الذاتي، وكاين تما في هذه الماده تنميه الاقاليم باش توصل للحكم الذاتي، وداروا واحد العباره خاطئه، شعب الصحراء، وما كيهضروا على سكان الصحراء، على سكان الاقاليم الجنوبيه، سكان الصحراء ماشي شعب الصحراء. اكثر من هذا واحد المساله اللي كيروج لها البوليزاريو والجزائر، ما كاينش في الحكم، ما كاينش في الحكم، راه فيه 45 صفحه ماشي هذاك الباسيل الصغير، انا قريته كامل، ما فيش شي حاجه اللي كتقول بان البوليزاريو كيمثل شي واحد، ما كايناش، ونتحدى شي واحد يجبد لنا تما. طرحوا ديك القضيه ديال شخص، بداو كي نقاش على الشخص المعنوي وكذا، لا ما كاينش. طيب نرجعوا شنو هي شنو الربح انا؟ الدليل هذاك البيان ديال الجزائر، الجزائر كتقول الاوروبيين علاش ما تنفذوش الحكم ديال المحكمه العدل الاوروبيه؟ كيتسناوه. وهذا هذه ما بقاتش الجزائر ولات بحال الدوار، بحال شي دوار، بحال دوار هذه، شنو واش هذه دبلوماسيه كتقول لواحد علاش ما تنفذش؟ كيضحكوا عليهم. طيب نرجعوا للاعتراف الدولي بمغربيه الصحراء. واحد السؤال ديما يعني استضفت بزاف ديال المحللين السياسيين وديما كنسولهم هذا السؤال، وكان حدود الساعه ما مازال ما فهمتش. دابا كنشوفوا مثلا الولايات المتحده الامريكيه كتقول لك تعترف بمغربيه الصحراء ولا تعترف بان الصحراء مغربيه، ياك؟ ولكن مثلا ملي كنجوا لاسبانيا كتقول لك انها تدعم مبادرات الحكم الذاتي بمغربيه الصحراء تحت سياده الرباط، ياك؟ كتلقى مثلا فرنسا قبل الاعتراف كانت كتدعم هذه المبادره ديال مخطط الحكم الذاتي منذ سنه 2007، اتفق معايا؟ ومن بعد كانوا المناورات بين المهم كانوا المناوشات كما كنقولوا بين فرنسا والمغرب، عاد من بعد جا وزير الخارجيه وكان قال بانه فرنسا تدعم مبادره الحكم الذاتي، وكان نضوا بعض الصحف المغربيه عاجل فرنسا تدعم مبادره الحكم الذاتي، واخا المساله هذه زعما عاديه راحت من 2007 عاد جا الاعتراف. انا بغيت نفهم شنو هو الفرق، سؤال مفتوح، بين الاعتراف بشكل مباشر مغربيه الصحراء وبين دعم دوله ما لمبادره الحكم الذاتي. هذا السؤال ديما كنطرحوا مازال حدود الساعه. بعد ملي كتقول لي اسبانيا، علاش ما تجي اسبانيا نيشان تقول لك لا بحال الميريكان وفرنسا واسرائيل انها تعترف بمغربيه الصحراء بلا ما تقول لك تدعم مخطط الحكم الذاتي؟ ابلاتي دابا نبدا معك بهذا القضيه باش نفهموا هذه المساله. هذا الحكم الذاتي نهار طرحوا المغرب فين طرحوا؟ طرحوا في الامم المتحده معروض للتفاوض. اذا الملف عند الامم المتحده، الملف راه كاين عند الامم المتحده. كتجي دوله وكتقول لك اودي انا راه كتهضر على مسالتين، كتقول لك كتقول للمغرب انا راه كندعم مثلا السياده ديالك، وكتقول كندعم مقترح الحكم الذاتي، راه كتهضر على واجهتين. هي كتهضر كتقول لك انا ذاك المسلسل اللي مطروح امام الامم المتحده هذاك اللي فيه مقترح الحكم الذاتي كندعمه لان باقي عند الامم المتحده، ولكن انت راه كندعم السياده ديالك. جوج الحوايج غيفهموهم الناس الخطاب بهذا الشكل هذا، خليني نشرح لك، ما عرفتش واضحه ولا ما واضحاش؟ لا واضحه. انت دابا هنا دابا هذاك الحكم الذاتي نهار اللي عرضوا المغرب عرضوا على المفاوضات، ياك؟ المفاوضات باش يتفاوض مع الاطراف اللي هي معنيه. اذا الامم المتحده خذات المبادره، اطراف معنيه شكون؟ وعندها اطراف معنيه. اطراف معنيه، شوف ملي كنهضروا كاين اربعه ديال الموائد المستديره، كاين اربعه ديال الاطراف اللي هما الجزائر، بوليزاريو، موريتانيا، المغرب معروضه تما. المغرب اش كيقول؟
كاينه الموائد المستديره، وكيقول لك هنا بانني انا ما كنتفاوضش مع التفاوض، راه غادي يكون على الحكم الذاتي داخل السياده المغربيه. سالينا هنا علاش؟ من بعد غادي ديك الاطراف الاخرى تطير، غتبدا بشويه بشويه، ما عندهاش انا ها السياده ديالي انا وسطها مقترح الحكم الذاتي. الدول علاش الناس كتفاجئ؟ كيقول لك علاش مثلا امريكا راها معترفه وكتقول مثلا انا راه كندعم الحكم الذاتي، كتهضر مع الامم المتحده. دونك مصطلح اخر كتقول ان انا اللغه اللغه اللي كنستهدف بها مثلا عامه الناس هو اعتراف غربيه الصحراء، ولكن اللغه اللي كنستهدف بها الامم المتحده هو دعم مبادره الحكم. علاش؟ لان الامم المتحده كاين عندها المقترح، كتقول لك المقترح ذو مصداقيه وجديه وكذا، ورحنا الامم المتحده كتقول لك خاصنا نمشيو للمفاوضات. اذا هي اش كتقول لك هنا الامريكان ولا غيرها؟ كتقول لك هنا انا مع مقترح الحكم الذاتي هو. ولكن مع المغرب، ملي كتهضر مع المغرب كتقول لي انا هنا راه مع السياده ديال المغرب، اذا ما كاينش تناقض. غير ملي كتهضر مع الامم المتحده كتهضر معها بهذه اللغه، لان الامم المتحده مازال كتقول لك حل سياسي متفاوض عنه. وكاينه في الطاوله كاين المغرب مقدم الحكم الذاتي، اذا هنا هي كتقول لك كندعم هذه المساله. نزيدك قضيه اخرى اللي خاص ميز منها، كاين الاعتراف وكاين دعم السياده. فرنسا اش دارت؟ كانت دعم السياده المغربيه. علاش كنقولوا فرنسا الموقف ديالها متطور اكثر من الاعتراف؟ دعم السياده المغربيه. سالينا الاخرين كيقول لك دعم خطه مقترح الحكم الذاتي. مزيان ملي كنقولوا دعم خطه مقترح الحكم الذاتي، ولكن المغرب اش كيقول على الحكم الذاتي؟ راه حاطه الامم المتحده، ولكن كيقول لك اي مفاوضات راه خصها تكون في هذا الاطار، هذا التوابيس، بمعنى الاطار هو السياده المغربيه، واجي نتناقشوا على مقترح الحكم الذاتي. هو هذا. اذا هنا راه ما كاينش غموض، ما كاينش تناقض. انا ما عرفتش وضحت لك ولا ما وضحتش. لا وضحت، ولكن نرجعوا للاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه. في الاعتراف نورمالمون ملي كتجي الدوله كتبغي سواء انها تعترف بغربيه الصحراء ولا تدعم مخطط الحكم الذاتي، ضروري خاصها كتشوف واحد المصلحه من واحد الجانب اخر. فمثلا هناك من يقول على ان الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه بغربيه الصحراء جاء من اجل مصلحه استئناف العلاقات بين المغرب واسرائيل، او ما يسمى بالتطبيع. بلاتي نقول لك واحد القضيه اللي خصنا نعرفوها. دابا المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي في 2007، راه كانت استشاره. واش دابا ديال العلاقات الدوليه؟ راه كانت استشاره مع الدول الكبرى. راه كاين استشاره مع الدول الكبرى. انا غنقدم مبادره بمعنى ان الدول الكبرى موافقه، باش نكونوا واضحين هنايا باش نعرفوا هذه المساله. ما كتجيش انت قدمتي باش عرفتيهم داروا استشاره. شوف كاين ضروري تكون استشاره. كيفاش غادي تكون؟ وهذا هضره علاش كنتسمى انت حليف ديالي وانا حليف ديالك. حنا عندنا الحلفاء فرنسا، عندنا الحلفاء امريكا، عندنا الحلفاء في الشرق الاوسط في دول الخليج. اذا ضروري انك تكون واحد كتستشاره بانني غنقدم واحد المبادره. هما كيقول لك حنا داعمين، امريكا داعمه للمبادره منذ اليوم الاول. منذ 2007 منذ اليوم الاول امريكا داعمه للمبادره، لانها من الحلفاء ديال المغرب. القضيه الاخرى ملي كيجي ترامب وكيدير كيجي كيعلن على هذه المساله هذه كيعلن عليها، ايه كيقول لك البعض لا راه علن عليها لانه هذا الشرط ديال اسرائيل جورا الاعتراف مباشره. جورا الاعتراف ياك، وهذه المساله ديال الاعتراف هذا راه تحالف، هذا كيتسمى تحالف. المغرب اش دار في الاتفاقيه مع في عوده العلاقات مع اسرائيل؟ هذاك وسط واحد التحالف. هذا التحالف شكون اللي فيه؟ فيه المغرب واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. متفقين؟ تحالف. هنا دار هذا التحالف هذا، امريكا اعترفت. متفقين؟ من بعد دارت العلاقات، من بعد اعترفت اسرائيل. اش كنسميو في العلاقه الدوليه الشيء؟ اش كنسميو؟ هذا تحالف، والتحالف في تبادل ديال المصالح. واش هذا التحالف البعض اللي كينظر ليه بمعنى شنو؟ الدوله علاش كتقوم في العلاقات الدوليه؟ شنو علاش الدوله شنو هو الاساس ديالها؟ شنو كدير؟ هو تحالف، كتقلب على المصالح ديالها وكدير تحالفات باش تحمي الامن ديالها، باش تحمي الامن القومي ديالها. كل هاد الدول كتقلب على تحالفات لحمايه الامن القومي ديالها، ما كاينش دول اللي معزوله هنايا. اذا هنا انا مصلحتي، ولكن انا غتلاحظ واحد القضيه ان المغرب من الاول قال لك اودي هاد الشيء ما يكونش على بحال ضد المصالح ديال الفلسطينيين.
كاينه هذه المساله دي. ما كاينش ضد المصالح ضد الفلسطينيين. الدليل على ذلك انه كاين البعض دابا اللي كيقول لك بان المغرب خدا مواقف ربما الكثير من المواقف تقدر تكون ما عجبتش الاسرائيليين، مواقف مع الفلسطينيين ما عجبتش الاسرائيليين. ملي قال المغرب في الخطاب الملكي مثلا ندد وقال العنف من الطرفين، ملي ندد به منذ النهار الاول، واش مشى مع اسرائيل ولا مشى مع الفلسطين؟ شنو دار لنا؟ راه كان المغرب واقعي، كان في واقعي في الوسط مرات متعدده هنايا. غير رجع لهذه القضيه وكاع الدول كدير التحالف كلها كتحمي المصالح ديالها، وكيجيو للمغرب ملي دار هذا الاتفاق الثلاثي كيجي البعض يقول لك علاش داروا؟ ايوا حنا شنو هي القضيه الاساسيه عندنا هنايا؟ هي ديال الصحراء المغربيه. الا لقيت انا واحد الدول مثلا تناقشت معاهم تفاوضنا ولقيت بان كاين المصالح ديالي، ومن المصالح ديالي انه غادي الملف ديال الصحراء يمشي في واحد لافوا بسرعه مثلا لانهاء هذا الملف، شنو غندير؟ نقول لا. كاين شي واحد كيتفاوض على شي واحد اخر، واش كنتفاوض على راسي والمصالح ديالي ولا نتفاوض على واحد اخر؟ واخا نرجع لك لاسرائيل وفلسطين والمغرب قضيه الصحراء المغربيه الى غير ذلك، حيت انا عرفت غادي ندخلو ثاني ندخلو في اسرائيل وداك الشيء، غادي نبعدو على السوجي ديالنا الاولاني اللي هو الخطاب ديال جلاله الملك. الخطاب الملكي الدكتور عبد الرحيم هضر حتى على دور الاحزاب السياسيه والدبلوماسيه البرلمانيه في تعزيز مكتسبات الصحراء في اطار ما سمي بالدبلوماسيه الترافعيه. واش كتعتقد ان الاحزاب المغربيه قادره على القيام بهذا الدور الحساس في ملف بهذا الحجم؟ وشنو هي التحديات اللي ممكن تواجههم في هذا السياق؟ وشنو هو الدور ديال هاد الاحزاب في المغرب؟ الا بغينا نهضروا موضوعيا دابا، هاد الاحزاب في المغرب الا ما قدراتش تاثر الناس لداخل وما قدراتش واحد تلعب الدور في الدبلوماسيه، اش غدير هاد الاحزاب؟ دير انتخابات وتمشي دير لنا الحكومه صافي ودير تعيينات، هذا هو الدور ديال الاحزاب. حتى الاحزاب مشكلة عندنا، كانت احزاب كتلعب دور كبير وما كانتش عندها واحد المكانه دستوريه كبيره، ما كانتش عندنا في واحد المرحله. ملي عطيناها واحد المكانه دستوريه كبيره ما بقاتش كتلعب هاد الدور هذا. والغريب في الامر ان هاد الاحزاب مثلا شتنا بزاف ديال المؤتمرات ديال الشبيبات الحزبيه ولا مؤتمرات حزبيه، الملفات اللي عندها علاقه الملفات هاد الملفات الكبيره ما كايناش، وكانها وكان الاحزاب كتهضر على الدخل. هذا مشكل كبير. راه حنا كنعيشوا ما بعد العصر، كنعيشوا العصر ديال 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 انحطاط الاحزاب السياسيه في العالم كامل، لانه ولات تمثيليات اخرى. ولكن الحزب راه تولد وسط الديمقراطيه، الاحزاب السياسيه خاصها تلعب دور. شنو كدير هاد الاحزاب؟ حنا عندنا قضيه وحده هي القضيه الوطنيه، قضيه الصحراء المغربيه، خاصها تقلب على كما جا في الخطاب الملكي، قلب على موارد بشريه وكون هاد الموارد البشريه وسير شارك. راه كانت كتشارك الاحزاب مثلا في الامميات، كتشارك في المنتديات ديال الليبراليين، الامميات الاشتراكيه كيشاركوا الاحزاب تما وكيديروا الصوت ديال المغرب. الا ما دارتش الدور اش غدير هاد الاحزاب؟ اقول لي شنو غدير؟ ما كتشوفش ان في الخطاب الملكي هو انتقاد مباشر للاحزاب المغربيه، حيت هاد الدور هذا ما كانتش كديرو قبل؟ لا كانت كديرو قبل، باش نكونوا واضحين. ولكن كنهضر على الاحزاب ديال الحركه الوطنيه كتلعب هاد الدور هذا، كنهضر على الاتحاد الاشتراكي، كنهضر على حزب الاستقلال. شوف حزب الاستقلال راه كان كيتحرك، كان كيتحرك كيهضر مع اسبانيا وكان كيهضر مع الاطراف كامله. خطاب حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي كان كينوض بمعنى كيرافع في الامميه الاشتراكيه. ملي كانت حزب التقدم والاشتراكيه مع الشيوعيين كانوا كيلعبوا هذا الدور هذا، ما بقاش كيلعبوا هذا الدور هذا. واش المشكل ديال الموارد البشريه؟ يقلبوا على موارد البشريه، راه كاين شباب، كاين طاقات. الاحزاب الاخرى اللي كنسميوها بين مزدوجتين، كنا كنسميوها الاحزاب اللي صنعتها الاداره، ما بقاش هذا المفهوم هذا، خاصها تلعب هذا الدور. الاحزاب الاسلاميه، العداله والتنميه خاصو يلعب هذا الدور. اش كيدير العداله والتنميه؟ راه كيتلاقى مع كيمشي كيخرج كيكون في لقاءات، خاصو يلعب هذا الدور حتى هو. كل هذه الاحزاب قبل ما ندخلوا في الحزب ديال العداله والتنميه بالضبط، المهم انا بغيت نعاود نسولك ثاني يا دكتور عبد الرحيم، واش ما كتشوفش ان المشكل في هو ان الاحزاب براسها ما موحداش وكيتصارعوا غير بيناتهم؟ كتلقى مثلا حزب العداله والتنميه كينوض كيهاجم مثلا شي حزب اخر، حزب اخر مثلا كتلقى وسط الحزب يعني كتلقى عندهم صراعات داخليه. كيفاش نقدروا نتوقعوا منهم يكونوا قوه دبلوماسيه فاعله اذا كانوا مشغولين فقط بصراعاتهم الداخليه؟
شوف الصراعات الداخليه ديما كانت، الدليل على ذلك الاتحاد الاشتراكي خرجت منه تقريبا 5 ديال الاحزاب كلها انشقاقات، كلها انشقاقات. ديما كانت هذه القضيه ديال 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 الصراعات داخل الاحزاب. الان اللي كنهضروا عليه النخب الحزبيه، شكون اللي كاين وسط الاحزاب؟ حنا سمعناهم كيهضروا، شكون اللي كاين النخب؟ انا كيجيوني البعض كيهضروا وهو وسط الحزب ومسيش، ما مسيش، ما كيعرفش السياسه. المشكل هو ديال كيدير في الحزب، داخل الحزب تما، راه الدليل انه كاين واحد المجموعه ملي كتسمع الخطاب ديالو ما عنده علاقه بالسياسه، ما كيعرفش يقرا حتى شنو واقع على المستوى السياسي على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. كاين اللي ما كيدويش كاع، يعني كيدخلوا للاحزاب من اجل مصلحه شخصيه، يدخل المصلحه ديالو. دابا كيدخل هو، شوف هذه القضيه، كيدخل كاين عندنا رجل السياسه، كاين رجل الدوله وكاين رجل السياسه. ناخذوا هذا المفهوم ديال رجل السياسه، كاين في علم السياسه كيدخل، كاين اللي الحرفه ديالو هي السياسه، كاين اللي كان الحرفه ديالو هي السياسه. ما بقاوش عندنا النوع هذا، راه كانوا عندنا بعض السياسيين اللي جالس مقابل التنظيم يدق مسمار في شي فرع قديم، فرع في ورزازات ولا في زاكوره، يدق مسمار في الفرع ديال الحزب يعرفوا. كان هذا النوع هذا، وكان النوع اللي كيدير الاستراتيجيات. ما بقاش عندنا هذا الشيء، هذا ما بقاش عندنا. كيقول لك لا، الشباب كيهرب من السياسه. لا، ملي كتهضر مع الشباب كيقول لك حنا كنعرفوا السياسه، كاين المشكل ديال هذوك اللي كاينين في الاحزاب السياسيه. علاش بعض الاحزاب كحزب العداله والتنميه ملي كنشوف مثلا الخطاب الملكي يعني يدعو ولا يدعو الاحزاب باش انهم يديروا واحد الطور يعني من اجل ملف الصحراء المغربيه، كتلقاهم ما كيهتموش بالقضايا الوطنيه ديالنا ولكن كيهتموا بالقضايا الوطنيه اللي كاينه في الشرق الاوسط. ما غاديش نهضر على العداله والتنميه، ولكن نهضر على احزاب وتيارات اسلاميه. لكن عندنا حزب اسلامي واحد في المغرب هو لكن نهضر على تنظيمات وجماعات اسلاميه. شنو هو مفهوم الامه عندهم؟ انا كنعرف الامه المغربيه، واش انا جالس هنا؟ جالس هنا كتضرب سماره، ما كنخرجش بيان وكنضامن مع لبنان، واش هادي واش كتبان منطقيه؟ انت جالس هنا، هذا راه اشكال كبير، هذا هذا اشكال كبير كيخليك تطرح. انا فات مني كنت كتبت واحد المقال على مفهوم الامه، انا كنامن من الامه كاين الامه المغربيه، ولكن الدين ديالنا كيقول لك حنا المسلمين كاملين تحت امه واحده. لا، شوف كاين الامه المغربيه بعدا هي الاولى، ولكن وكاين الاسلام. شوف كاين الامه المغربيه والاسلام كيتاثر بالبنيه ديال المجتمعات. الاسلام عندنا حنا راه اسلام وسطي معتدل، راه كان عندنا المغربي، راك عارف الطبيعه ديال المغربي كي داير، عارف هاد الامور كي داير هنا، راه حتى الشكل ديال اللباس ما كانش عندنا هاد الشيء هذا. الفقيه عندنا حنا كان بكري، الفقيه تكتيك تلقى الفقيه ديال الحياه طويله كان، ولا هذاك اللباس اللي كان، شنو كان عندنا قديم حنا؟ نهار عقلنا على الامهات ديالنا حنا كدير جلابه ونقاب، كتعقل على هاد المسائل هذه. اذا دخلت تاثيرات اخرى، وراه كاين واحد اللي كان دار دراسه كيقول لك الاسلام اللي كاين في اندونيسيا مختلف على الاسلام اللي كاين في المغرب. الاسلام كيتاثر بالبنيه السوسيولوجيه هنايا، بالبنيه السوسيولوجيه. اذا وسط هذه الامه اللي كتسميها انت الامه الاسلاميه كاين الامه المغربيه، هي الاولى بعد، هي المنطلق. الامه المغربيه والاسلام المغربي. ولكن نرجعوا للحزب العداله والتنميه. حزب العداله والتنميه، انت قلتي هذه المساله، حزب العداله والتنميه مثلا نطرحوا واحد القضيه. حزب العداله والتنميه الان الخطاب ديالو فين موجه؟ تضامن مع حزب الله، ياك كاين هذه القضيه، حيت هو اللي كيتضامن مع الفلسطينيين، كيتضامن مع، كيقول لك تضامن، كاين هذه الحوايج هذو. حزب الله كيقول لك، كيعاود ثاني كيقول لك التطبيع، كاين هذه المساله. وانت كنتي في الحكومه وكدير السياسه، انت كنتي في الحكومه، كنتي في الحكومه، كيفاش خرجتي من الحكومه وليتي ضد العلاقات مع اسرائيل وانت كنتي في الحكومه وموقع على هذه المساله هذه؟ شنو كيفاش نشرحوا هذا السلوك هذا؟ حزب العداله والتنميه كيدير سياسه دابا الان، هرب ليه الشارع، الشارع هرب، كيحاول انه يسترجع الشارع بهذه المساله هذه، يتضامن مع حزب الله، يتضامن مع حماس، باش انه يلعب على العاطفه ديال الناس هنايا.
باش يحاولوا يقولوا. ولكن لا اعتقد بان الناس مقتنعين بهذه المساله دي، لان هذا داز من تجربه حكوميه، خاصه ملي كتكون نفس الوجوه هي اللي كتهضر. ولكن عاود نرجع لواحد القضيه انا مازال كنطرح، عندنا مفهوم الامه المغربيه اللي كتنطلق من المصالح ديال الامه المغربيه. ما غنجلسش انا هنا عندي مش عندي مثلا السماره كيهاجم البوليزاريو وما نديرش، ما نهضرش عليها كاع نهائيا. بعض التيارات ما كنهضرش على كل شيء ونسميتو نضامن مع حزب الله، راه ماشي منطقيه هذه. او نجي نقول لك لا ايران محور المقاومه، حتى ايران نهار اللي صيفطات الحرس الثوري وصيفطات اعضاء ديال حزب الله وبداو كيحفروا الانفاق باش انهم يدخلوا للمغرب، يدخلوا البوليزاريو باش يدير عمليات. امتى هذا الشيء؟ وهذا الشيء معروف 2016 2017 2018، عن طريق الجزائر. عن طريق الجزائر. واش هذوك الانفاق كانوا بيديروا بهم السياحه هنا ولا شنو؟ وفي الاخر كيجي واحد يقول لك لا محور المقاومه، اين مقاومه؟ واش ايران، واش ايران فعلا، نجيو لهذه القضيه، واش ايران فعلا كتمثل محور المقاومه؟ خليت نرجعوا لهنايا. ولكن في ولكن ايران راه كدعم الفصائل اللي بحال الفصائل ديال بحال الفصائل الفلسطينيه اللي منها حماس، الحوثيين وحزب الله، ضد اسرائيل. ندخلوا في هذا الموضوع ضد الاحتلال. ندخلوا في هذا الموضوع، خذ راحتك مزيان. هاد ايران كتعرف المسار ديال التاسيس ديال الثوره الاسلاميه ولا لا؟ لا انا هكاك جبتك باش تشرح لي مزيان. شكون اللي دعم الخميني ضد الشاه؟ اللي دعم الخميني هي الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه، كانوا سبب صعود الخميني. رغم ان الشاه، اسمع، رغم ان الشاه راه كان داعم للدول الغربيه. شنو هو السبب؟ السبب هو انه ضعف النظام ديال الشاه، ولات هاد الثوره الاسلاميه ديال الخميني ولات واقع في ايران. كيفاش فكروا الغربيين هنا؟ عندهم جوج الخيارات، اما خصهم يبقاو مداعمين الشاه، الشاه الشاه مثلا، وهنا غادي تولي عندهم حرب اهليه. واما خصهم يدعموا الثوره الاسلاميه باش ما تطيحش ايران مع المعسكر الاشتراكي الشيوعي اللي كان ديال الاتحاد السوفيتي. كان في الاتحاد السوفيتي تاسس مزيان. لما بدا الخميني ومدعوم من طرف الدول الغربيه، مشى من فرنسا. لما بدا الخميني في الحكم بان بانه كاينه واحد النزوعات اللي شافوها الدول الغربيه، نزوعات اسلاميه راديكاليه بهذا المفهوم هذا. شنو وقع؟ وكان عندهم اشتراكي. شكون هو الاشتراكي اللي كان؟ حزب البعث الاشتراكي كان في العراق، متفقين؟ دازت واحد المرحله من وراء النجاح ديال الثوره ديال الخميني، كان صدام حسين بالنسبه لهم حذرين منه، كيعتبروا بانه داكشي ديال البعث، واخا ما كانش كتقال، واخا البعث كان في سوريا، ولكن كاين التاثير ديال القوميين وغيرهم. شعلات حرب بين من؟ بين صدام حسين وبين ايران. دعموا صدام حسين، دعموا صدام حسين في واحد المرحله. في الدعم ديال صدام حسين تقوى صدام حسين عسكريا. شنو غيوقع؟ غتجي المساله ديال التدخل في الكويت، غيبدا الحساب مع صدام حسين حتى ل 2003، غتكون النهايه ديال صدام حسين. واش كتعرف شكون عدم صدام حسين ولا لا؟ الولايات المتحده. لا، الولايات المتحده سلمت صدام حسين الى الحرس الثوري الايراني. فهمتي؟ والى الصد والى هذا الشيعه اللي كاينين في العراق. في العراق هما اللي قاموا بالعمليه. ورجع شوف ما كتبه المحامين ديال صدام حسين، ورجع شوف فيديوهات، وغتلقى بان في اللحظه ديال الاعدام كاين الحرس الثوري كيسب بالفارسيه، كيسب صدام حسين بالفارسيه. بالفارسيه. وما فعلته ايران، الولايات المتحده الامريكيه طلقات لايران، طلقات لها. داكشي اللي دارت ايران في العراق ما دارتوش الولايات المتحده الامريكيه. فينا هما الناس اللي كان عندهم المشروع العسكري الايراني العراقي؟ حتى واحد ما بقى. من بعد شنو كيوقع؟ كيوقع التمدد ديال ايران، شدت العراق، ثم خلقات النواه ديال الحوثيين
في اليمن الحوثيين في البداية ما كانش البعض كيقول بأنهم غيكونوا بهذه القوة، كان نقاش عليهم اش من نوع وكذا. أيضا لبنان كاين حزب الله تقوى، وحزب الله في البداية ديال حزب الله خصهم يعرفوا الناس هذه في البداية شكون اللي سلح حزب الله ضد فصائل أخرى، سلحته إسرائيل ورجعت كل وثائق بطريقة غير مباشرة، لأن بالنسبة لإسرائيل كان كيبان لها بأن ما خصهاش تكون مثلا بالنسبة للتيار اللي هو مسيحي ما خصوش يكون قوي في سميتو، كان التيار المسيحي التيار القوي ما خصوش يكون قوي. طبعا إسرائيل سلحت حزب الله في البداية هو تأسس حزب الله، تأسس كحزب سياسي. علاش إيران قبلت داك الدعم؟ بلاتي غنكمل لك أنا دابا. في البداية راه كاين الوثائق، ولكن ملي كنقول لك دعماته سلحته بطريقة غير مباشرة قبل ما تحط عليه اليد إيران وغادي تمشي في واحد الاتجاه هنا. إذا إيران شدات الحوثيين ولات عندها سوريا كاين الحرس الثوري، وشدات العراق الحج الشعبي، وعندها حزب الله، هنا بدات كتشكل خطر على من ولات بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه كتردد مرارا كتقول لك شرق اوسط جديد مرات متعدده، باغيين شرق اوسط جديد معناه بخريطه اخرى. شكون هو العائق اللي كاين؟ العائق هو ايران والادرع ديالها. ولكن انتبهوا لواحد القضيه، بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في واحد المرحله عندها جوج ضرورات، عندها اسرائيل وايران باش كتحافظ على واحد التوازن باش تبقى عندها موطئ قدم قديم كبير في الشرق الاوسط لان المورد ديال الطاقه. اذا هنا كتجي الفرصه، شنو هي الفرصه؟ كتعرف بان كان توقع مع الصعود ديال بايدن، مع الصعود ديالو كانوا كيتوقعوا الاسرائيليين الامريكيين باش انها تكون ضربه ديال حماس لاسرائيل، راه ربما غتجي الكتابات من بعد. واش كتظن انت بان اسرائيل كانت لا تعلم؟ كاين اللي كيقول يعني بان حماس تلقات الدور الاخضر من ايران، حيت الى شتي في ديك الوقيته كان تزامن مع تطبيع اسرائيل مع السعوديه. لا خلينا جاي لهذا، حيت كان واحد الاتفاق سني شيعي اتفقوا ان السعوديه رجعت العلاقات ديالها مع ايران، ومن بعد كان غادي يكون تطبيع بين اسرائيل والسعوديه. هذه القضيه انا متفق معك فيها، هذه متفق معك فيها. متى كان القرار ديال ان حماس دير هذيك العمليه ضد اسرائيل؟ 7 اكتوبر لما تبين بان السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وصلوا لهذا الاتفاق، ان الولايات المتحده الامريكيه غتعطي مشروع نووي، برنامج نووي تعطيه للسعوديه، والسعوديه دير علاقات او تطبع كما كيقولوا مع اسرائيل. هنا اعطيت الاوامر لحماس لتنفيذ هذه المساله، اعطيت الاوامر بالاثنين، وكان اجتماع في بيروت وراه كتبت عليه وول ستريت جورنال، واحد كانت كتبت واحد القضيه هنا كان بالحضور ديال القاده ديال الحرس الثوري الايراني، ونفذت العمليه بالسبت. تذكر هذه المساله هذه. دابا السؤال اللي كيطرح هنا، وانا كنقول لك بانه كان توقع، ولكن اسمح لي قطعتك. كنتي قلتي واحد جوج ديال الحوايج دابا اللي نقدر نبني عليهم سؤال. الحاجه الاولى ان اسرائيل دعمت حزب الله في بدايتها، ياك؟ الحاجه الثانيه قلتي بانه بطريقه غير مباشره ان اسرائيل كانت يعني جايب الخبر بانه غيطرى داك الهجوم يوم 7 اكتوبر. دابا هاد جوج حوايج بين نسولك، واش ما كتعتقدش بانه اسرائيل في صالحها انها تدعم حزب الله، وفي صالحها ان داك الهجوم يطرى باش ما تبناش دوله فلسطينيه بجوارها، وباش يكملوا المشروع الصهيوني ديال اسرائيل او دوله اسرائيل الكبرى؟ مزيان. دابا باش نشرح لك، ملي كنقول ان اسرائيل سلحات، كنقول لك سلحات حزب الله بطريقه غير مباشره باش تنوض الفوضى في لبنان، متفقين؟ باش يدخلوا على لبنان من بعد. باش لا باش تكون الفوضى في لبنان، لان بالنسبه لاسرائيل لبنان خاصها تكون ديما مضطربه، ما عمرها تكون مستقره. وبالنسبه للامريكيين كما كيقول هنري كيسنجر، لبنان فائض جغرافي، بالنسبه ليه يمكن تكتسحها اسرائيل، وراه غدير دابا الاكتساح من ضروري مع البعثه الامميه. مزيان، دارت هاد القضيه. غتقول لي انت كيفاش انه كتقول بان اسرائيل كانت على علم؟ دابا السؤال نجاوبه بالحجج. دابا اسرائيل واش بان بان مخترقه حزب الله ولا لا؟
واش بان بان مخترق واش بان بان اسرائيل مخترقه ايران ولا ما بانش؟ واش بان بانه لان هنيه راه المعلومات تعطات من طرف من شكون ينفذ العمليه؟ نفذ العمليه الموساد مع جوج الاعضاء ديال الحرس الثوري وغادروا مباشره. ماشي مجتبى ماشي مجتبى خامنائي بلاتي بلاتي. وجايه الان معلومات بانه حتى الرئيس الايراني اللي مسؤول على العمليه ديالو هما الحرس الثوري. اذا مخترقه ماشي ابن المرشد ما الحرس الثوري. دابا حنا كنقول الحرس الثوري لكن واحد الجناح شما درشو كانت قالت بان ياسر عرفات وحسن نصر الله تقدموا يعني كنقولوا اش كنقولوا ليها حنا بالعربيه كنقولوا ليها ماشي هي قربانا كقربانا اللي عطى داك القربان هو مجتبى خامنائي. خليه باش حيت هو طامع في خلافه والدي المرشد. لا خليه دابا التحليل تما كاين جناح اكبر من هذا اكثر من ابن المرشد. كاين جناح وجناح داخل الحرس الثوري الايراني اللي ما بغاش هذا الشيء كاع اللي دار كله اللي دارت حماس وكذا كان نقاش عليه. كاين جناح اللي دفع وكاين جناح اللي بغى اللي ما بغاش هذه المساله هذه. واللي كان مقصود اللي كان مقصود في العمليه تما هو وزير الخارجيه، لان وزير الخارجيه بالنسبه للكثير كان هو الخطر ماشي حتى الرئيس الايراني اللي مات. وزير اللي قتلوه وزير الخارجيه هو اللي كان خطر. اللي كان في الهليكوبتر لان دابا بدات كتبان المعطيات. خلينا عاد نبنيو التحليل. دابا هنا دابا حزب الله بان بانه مخترق وبان بان الحرس الثوري الايراني مخترق. وهذا الشيء خدمت عليه اسرائيل من 2006 هي خدامه عن طريق الموساد وعن طريق المستعربين ياك خدامين على هذه المساله. لدرجه انه هذه العمليات ديال الاغتيال اللي بانت بمجرد ما كتحرك كتوصل المعلومه. واش كتظن هذا الاختراق يلا وقع هذا العام؟ هذا الاختراق يلا وقع هذه 8 شهور هذه اللي من وراء الضربه ولا 10 شهور من وراء عام قول يعني غتكون قبل. اذا الاجتماع اللي كان في بيروت 2 وكان فيه الحرس الثوري وكانوا فيه القاده ديال حماس وما كانش اسماعيل هنيه وخالد مشعل على علم به، ما كانش عندهم علم، كان اسرائيل عندها المعلومه. يعني واش ما بانش بانه دار فخ باش يعطي لاسرائيل هذه المساله امنه؟ لان السؤال اللي كيطرح الان شكون اللي غيوقف اسرائيل؟ شكون اللي غادي يوقفها؟ واش ما كيبانش بانه صعود حكومه اللي هي هذه الحكومه ديال المتطرفه اللي هي اللي خلات هذه المساله هذه وخلاتها انها تنفذ المشروع الكبير ديال اسرائيل الكبرى اللي بداو كيهضروا الان كيقول لك ميناء النيل الى الفرات اجزاء من السعوديه ايضا. دابا هنا هذا سؤال كيطرح هنا، لان اللي بان هو ان حزب الله ماشي مخترق، اكثر من مخترق جميع المعلومات. واش كتعرف هذه المساله هذه ديال انه معلومات اللي كيتحرك الطريقه اللي كيتحرك بها حسن نصر الله راه قائد ديال الحرس ديال فيلق القدس. هذا اللي هو مختفي الان راه لحد الان انه مشكوك فيه بانه هو اللي عطى المعلومات وانه في التحقيق والذي يحقق معه حتى هو مرتبط باسرائيل. اذا كاين اختراق ديال الحرس الثوري لان ايران ما نبقاوش غالطين، ايران ليست قويه بالشكل اللي كيتصور البعض. حتى الضربات اللي دارت ايران الى اسرائيل تحليل ديال الدول الغربيه كيقول لك ماشي دي ايران اللي كنا كنعرفوا. ما يقال من ايران كانت مضخ بمعنى كاين واحد التضخيم ديال ايران. كيقول لك ايران اضعف الان. ايران ممكن ان اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه يغيروا الوضع فيها بسهوله. نقدروا نقولوا ان ايران متواطئه مع اسرائيل. كاين وسيط بينهم. شكون هو؟ الولايات المتحده الامريكيه وسيط بينهما اللي كينسق بينهما. دابا الان كاين مفاوضات. دابا شكون؟ دابا الولايات المتحده الامريكيه الان في هذه الوضعيه كتحمي ايران من ضربه اسرائيليه صرفت القضيه هذه. طيب كاين مفاوضات على ملي كتقول مفاوضات على شكل ضربه. اذا ما معنى هذا؟ معنى انت خايف على ايران، خاص ايران تضعف ولكن ماشي تنتهي بهذا الشكل هذا. هذه راه العلاقات الدوليه. غيقول لك شي واحد كذا، خلينا من ذاك الحماس وديك الهضره الخاويه ديال محور المقاومه، ما كاين والو. راه حتى واحد في 2015 ربما ما كيعرفوش الناس بزاف، في 2015 انا هذاك كنت في الامارات العربيه المتحده والخليج كتعرف عنده ارتباط كبير بايران. كنا في هذاك المركز فالكل تفاجأ برسائل راب واحد الرسائل يمكن نقول قريبه الرومانسيه ما بين المرشد وما بين اوباما.
رسائل قبل توقيع ديال الاتفاق النووي. رسائل علاش ايران شنو علاش كتحتاج الولايات المتحده الامريكيه؟ كيفاش كتحتاج؟ لا علاش كتحتاج الولايات المتحده الامريكيه؟ علاش علاش ايران تحتاج الولايات المتحده الامريكيه يعني كوسيط بينها وبين اسرائيل؟ ما كاينش مباشر، لانه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه كتستعمل بجوج، كتستعمل اسرائيل وتستعمل ايران. دونك المشكل كامل من الولايات المتحده الامريكيه. الولايات وهذه هي القياده ديال العالم. القياده ديال العالم بالنسبه لي عندها هي دابا اللي دار المشكل الشرق الاوسط. عندها الضرورات. شوف هذه العلاقات الدوليه ما غتقولش بان الهندسه بالنسبه لها، راه كاينه القضيه الاخرى. انطلقت الحرب الروسيه الاوكرانيه. شنو هو الهدف منها؟ يرجعوا الناس يشوفوا شويه ما يكتب، لان اللي هو كينظر الولايات المتحده الامريكيه في الكتابات ديالو هو هنري كيسنجر. شنو كان كيحذر من واحد المساله؟ ما هي؟ كان يحذر من تقارب ولا تحالف صيني امريكي صيني روسي. الا كان تحالف صيني روسي غادي تكون صعوبه، خصوصا مع دول البريكس ومع اذا الان تم دفع الروس الى حرب مع اوكرانيا، حتى هي اللي مازال حتى واحد ما كيعرف يمشي غتسالي ولمن لصالح من غتسالي، باش تبقى الولايات المتحده الامريكيه اقوى. لا باش اولا ها هنا الولايات المتحده الامريكيه غادي تمشي الى صراع مع الصين، ما غاتكونش حرب مباشره مع الصين لانه توقعت مجموعه ديال الاتفاقيات. ولكن الان الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للصين مازال شويه بعيده، ما تحولتش الى قطب باش نقولوا. بالنسبه لروسيا انها تستنزف واحد الحرب مع اوكرانيا واللي كتاثر على اوروبا، والنظام الدولي يقول الامريكيين بانه اوروبي، وكيقول لك حنا مازال ما درناش النظام الدولي ديالنا حنايا. بالنسبه لهم حتى الاتفاقيات اللي دارت في الشرق الاوسط القديمه كلها اوروبيه، اذا يعاد بناء الشرق الاوسط الجديد الان. كيفاش غيكون؟ غيكون اسرائيل الكبرى. لا كيفاش غادي يكون؟ هذا جانب اخر. كيفاش غادي يكون؟ لان غتكون في دول ما غتبقاش، كاينه دول اللي يمكن تقسم، هادشي كله جاي قديم. يعني الولايات المتحده الامريكيه هي اللي عطات الضوء الاخضر لايران باش تعطي الضوء الاخضر للحماس من اجل تنفيذ الهجوم ديال 7 اكتوبر. لا خلي لا يعرفون، لان كاين ثاني الحسابات ديال ايران. ايران شدات حماس واخترقات حماس من الداخل، اخترقاتها ولا عندها الجناح ديال ايران. ايران كان عندها واحد المساله تريد الوصول اليها، وهي تسيطر على القضيه الفلسطينيه، ما تبقاش ديال الدول العربيه، تولي ديالها هي. اذا الهدف ديالو هو انه الشيعه يوصل القدس قبل السنيين زعما. لا خلي هذاك الخطاب الديني ما كنهضرش عليه، انا كنهضر بالعلاقه الدوليه، انا تولي هيمنه، لان القضيه الفلسطينيه ملي كتولي انت تؤثر في القضيه الفلسطينيه كتاثر في الشرق الاوسط، وهما بغاو انهم يهيمنوا عليها ويفصلوا على الدول العربيه. فاللي تدفع في هذه المساله دفعت حماس. اذا حماس وجدت في نهايه المطاف. دابا شنو هي النتائج؟ شكون اللي غيقول لك؟ واش غتقول لي بان حماس انتصرت؟ اذا كانت حماس انتصرت ما كاينش نقولوا اباده الشعب الفلسطيني. حاجه وحده نقولوها، فينا هي القضيه الفلسطينيه اليوم السي اسامه؟ فينا هي الاتفاقيه ديال غزه واريحه؟ ولو انها ضعيفه، اين هي الاتفاقيه ديال غزه واريحه؟ فينا هي الدوله الفلسطينيه الان؟ شحال خصك من سنه؟ واش بان لك بانه الان واش كاين شي واحد كتبان لي الحرب غتوقف؟ واش كاين شي واحد كيتبان لي العدد كيبان لي بانه شعب الان شعب مشرد شعب مشرد فوق كيدير الوضع الان؟ ولكن من اتفاقيه اوسلو اللي صنع لها ياسر عرفات لاجل بناء دوله فلسطينيه في حدود 1967، والسبب اللي خلاها ان ما تبناش دوله فلسطينيه بجوار اسرائيل هي حماس وايران. لا خلي واحد القضيه، شوف هذاك مشكل كنعرفوا بانه معقد المشكل، حتى راك عارف. ولكن واش كنتقدموا بلاتي؟ واش كنتقدموا؟ راك عارف الا تسنات الكونترا خاصي دابا. لا ماشي تسيني كونترا، شنو تسيني الكونترا؟ لا انا كنعطيك بالدارجه ديالي تسيني الكونترا خاصي. لا الاتفاقيه، شو الاتفاقيه اللي كانت باش ما يقولش شي واحد ما نزيدوش على لا خلاو اسرائيل تبني الدوله ديالها بلاتي فلسطين. لا شوف كاين القرارات ديال الامم المتحده، الدوله الفلسطينيه كاينه في القرارات ديال الامم المتحده، القانون الدولي ما يقدر يمسحو حتى واحد هنا. كاين الجانب السياسي، الجانب السياسي ديال الفلسطينيين، منظمة التحرير هي كنعرفوا حنا. أنا ملي كانت حركة فتح قبل منظمة التحرير الفلسطينية اللي كنعرفوا حنا، منظمة التحرير الفلسطينية كان عندها زعماء، والدليل أن هاد المسائل اللي كيهضروا على هاد القادة اللي كيقول لك القادة ديال حماس وغيرهم، ترى المدرسة الأولى ديال هاد الشيء هذا ديال المدرسة الأولى راه هي المدرسة، هي منظمة التحرير. وصلوا لاتفاق ديال أوسلو، غزة وأريحة
متفقين. أيه ماكينة السيادة سلطة فلسطينية، كل شيء مازال عند إسرائيل. شنو وقع من بعد؟ اللي وقع من بعد هو تقسمات غزة بوحدة والضفة بوحدة، وزدنا القدام ورجعنا اللور. من بعد كتوقع هذه القضية ديال الهجمات ديال حماس على إسرائيل، مشات غزة واسمح لي المستوطنات الإسرائيلية بلاتي مشات. أنت أعطيتي فرصة، أعطيتي فرصة، غيقول لي شي واحد كيفاش أعطيتي فرصة وأنا كيجو المتطرفين كيجو كيبنيو مستوطنات عليه في الضفة الغربية. فات من الولايات المتحدة الأمريكية براسها أوباما، داروا فيتو ضد المستوطنات ومازال كيخليهم الحدود بلاتي. اسمح لي غير خليني نقول، دابا حنا غير سؤال، واش كتراجع القضية الفلسطينية ولا كتزيد قدام؟ غيقول لي شي واحد لا المقاومة، تجلس هنا وخلي هذوك كيطيحوا عليهم الصواريخ من الفوق. المقاومة كاينه واحد كاينه واحد واحد التوجه في القانون الدولي كيقول لك لا تدفع الشعوب انتحار. كاين واحد التوجه كيقول لك تاريخ الشعوب هو تاريخ النضال، هذا توجه مدارس في القانون الدولي. وكاين واحد التوجه كيقول لك لا ما تدفعوش الشعوب انتحار. وكاين وسط هذه المساله كاين هذا ديال النضال كيقول لك لا اؤمن الا بالشعوب التي تذبح من اجل قضاياها. مين جايبينها؟ جايبينها من واحد الروايات، روايات ديال باسكال وغيره، كيقول لك لا اؤمن الا بالروايات التي تذبح من اجل بالروايات التي لا اؤمن الا بالروايات التي يذبح الكاتبين ديالها. سمع طبقوها في حق الشعوب في تقرير المصير، كيخرج بعض كيقول لك لا كاين شعوب ما تدفعوش الشعوب الى الانتحار. باش نداروا هادو ما هي النتائج؟ ولكن شنو هو التعريف ديال المقاومه؟ كيفاش تعريف ديال المقاومه؟ انني اقاوم شيئا ما. ما كانش اشوف هاد القضيه، ماشي كنوض انا كنضرب. شو القضيه ديال المقاومه؟ عاوتاني ما تشوفش الانتهاكات ديال اسرائيل على غزه. المقاومه شوف هاد القضيه ديال المقاومه. المقاومه انا كندفع شي حاجه عليا بعدا، هذا كنقاوم. انا كنهضر على حركات التحرر اللي هي معروفه. خلي المقاومه، المقاومه شويه مفهوم ايديولوجي هذا. ولكن المقاومه كنقاوم واحد الحاجه اللي هي كتقاوم، حيت كندوي على بناء المستوطنات بلاتي الضفه الغربيه في الغلاف ديال غزه، كيقطعوا عليهم الموضوع. بعد واش ما كانش واش ما كانش انتفاضه؟ ولكن واش كانت عندها نتيجه؟ لا عطات نتائج. على ما الانتفاضه ما عطاتش نتائج، راه كانت انتفاضه والعالم كيشوف الان. الان جيتي في واحد المرحله اللي فيها حكومه اسرائيليه ديال المتطرفه، هو راه نقاوموها. ايوا اخي، اذا غادي توقع. اذا هنا جوج حوايج، غتقاوم. دابا السؤال كنسولك، واش تنتصرتي ولا انك تعرض للاباده؟ وانا نسولك سؤال اخر. لا ولي لا نسولك سؤال اخر. لا هذا الخطاب اللي كيقول لكم المقاومه انتصرت، واش المقاومه انتصرت ولا الشعب الفلسطيني كيتعرض للاباده؟ الشعب الفلسطيني كيتعرض للاباده، ولكن عندي سؤال اخر. كاين السياسه، كاين القاده السياسيين. قبل ما نكملوا، دابا انت كعبد الرحيم منار سليم، كرأي شخصي، هل تعتبر حركة حماس مقاومة أم حركة إرهابية؟ لا خلي ما شوف لا خاصك تجاوبني على هذا السؤال. لا ما غاديش نشوف هذه القضية يعني. أنا ما شوف هذه القضية، تقول لي ما كنعتبرهاش حركة مقاومة، ما كنعتبرهاش حركة إرهابية. وشناهي؟ ما كنعتبر هذيك واحد التيار تمرد على 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 الفلسطينيين، على المنظمة الفلسطينية، المنظمة ديال التحرير، خرج كيعتبروا أنها خانتهم. تيار إسلامي، لا اسمح لي، حيت خانت الفلسطينيين. لا والقادة ديال كيعتبروا أن محمد عباس مجرد بيضة. لا اسمح لي، النضال ديال محمود عباس هو ماشي ثاني نضربوا الناس. ياسر عرفات راه نهار لكان إلا كانت المجموعة ديال خالد مشعل وغيره مشاو لقطر مثلا، ولا مشاو لدول أخرى، ولا تركيا ولا غيرها، راه ياسر عرفات راه جلس في الضفة وحاصروه وكيقولوا لي غنفجروا المكتب اللي كان فيه ديال الرئاسه، وما خرجش من تم، قطعوا عليه كل شيء وجلس تم. راه الناس دابا الناس كيجيو يقدموا لنا حماس وكينساوا لنا منظمه التحرير الفلسطينيه. حتى شكون اللي بقى شاد البره كما كنقولوا؟ ولكن مصطفى البرغوثي رئيس المبادره الوطنيه الفلسطينيه، واللي كيكون كان ديما مع ياسر عرفات رحمه الله، كان كيقول على انه واحد الوقيته كان جلس مع ياسر عرفات، وياسر عرفات قال لي هكا بلسانه ان اتفاقيه اوسلو كانت خطا وكانت فخ. اسمح لي شوف، هذا من طرف مصطفى البرغوثي. هاد الشهادات يقول لي بغا دابا، كان يقولها هي ما تعرفات. لا اسمح لي، ملي كنهضروا على الموتى سمعت هذا التصريح ديالو بعدا؟ لا سمعت التصريح ديالو يقول لي بغا دابا، لان دابا كتولي الهضره ايديولوجيه كلها. هاد الهضره عرفات مشى دار اتفاق. دار اتفاق. مشى دار اتفاق وكان مع محمود عباس وغيره. إذا هنا كيجي واحد يقول لك اليوم كيفاش غيقول لي واش هاد القضية ديال واحد قال لي ما كتقالش في العلاقة الدولية. ولكن بعض الفلسطينيين يعتبرون على أن ذاك الاتفاق اللي سنى عليه ياسر عرفات
وخيانة الفلسطينيين، حيث الأغلبية الفلسطينيين يريدون استرجاع الأراضي بالكامل من الشمال إلى الجنوب ومن البر إلى البحر. العلاقات الدولية مبنية على القوة. ماشي في حدود 1960. اسمع لي، العلاقات الدولية مبنية على القوة، نهضر معك بالمعادلات ديال العلاقات الدولية، مبنية على القوة. شكون هو شكون هي القيادة ديال النظام الدولي الآن؟ عند من؟ عند الولايات المتحدة الأمريكية. هي اللي عندها القيادة ديال النظام الدولي. واش كتظن أنت بأن الولايات المتحدة الأمريكية غتسمح بالهزيمة ديال إسرائيل؟ راه الهزمات إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية غتفقد المكانة ديالها في النظام الدولي. سالينا هنا باش نفهموا هذه القضية. إذا مع من كتواجه أنت؟ كتواجه مع قوة خلي اللي كيقول هذه القضية، خلي اللي كيقولها، لأن حتى في النظريات ديال العلاقات الدولية راه واحد الوقت كيقول لك خاصك ترجع للسياسة، ماشي تبقى غادي، خاصك ترجع للسياسة. ايوا كيفاش انت كتقول المقاومة كاين اللي هما تحت الأنفاق وكاين الناس الفوق، هاد الأطفال والعجزة والنساء الوضعية ديالهم كي داير الآن؟ إذا واش في نظرك انت نبقاو غاديين؟ ولكن ماشي المشكل في حماس، المشكل في إسرائيل، حيت راه في قوانين الحرب. حنا كنقولوا اسمع، كنقولوا ما تقتلوش المدنيين، حنا كنقولوا اسرائيل. اسمع لي، حتى واحد ما كينكر القضيه، اسرائيل ارتكبت جرائم ونتنياهو مجرم حرب، هذه الامور كلها واضحه. ولكن اسمح لي، ملي كنقولوا حتى السنوار مجرم، اللي خدا هذا القرار كيفاش السنوار؟ نتنياهو مجرم والسنوار مجرم، اللي بغى يخرج يقول لك هذا اسمح لي، لانه هنا السبب، هذاك يقوم بتقتيل شعب اللي هو الشعب الفلسطيني، والاخر كيقدم الشعب الفلسطيني كقربان بهذه الطريقه. ماشي كقربان، ولكن راه اسرائيل هي اللي فيها المشكل. كيفاش اسرائيل فيها المشكل؟ وراه حتى اللي كتقتل المدنيين ما كتحترمش قوانين الحرب. الا كتبغى مع من هي مواجهه، كيفاش غادي تحترم؟ كيفاش غادي تحترم؟ ما يمكنش. كيفاش غادي تحترم؟ حتى الحرب مالي كتدخل في الحرب ما كيبقى، شكون هذا اللي كيقول لك؟ ترى القواعد ديال القانون، قواعد الحرب والقواعد ديال القانون الدولي الانساني في السماء، انت واحد ما غيحترمها؟ ما احترموش حتى الامم المتحده، حتى القرارات. واش كتعرف بان اسرائيل الان ما كتحترمش حتى اليونيفال اللي هي قوات امميه؟ ما كتحترمش، كتقول لهم رجعوا للور، وممكن تعرضوا للقصف اليونيفال اليوم هذا الصباح، تعرضوا للقصف. اذا كيفاش كتقول قانون ديال الحرب؟ ترى حرب خطيره هذه، لان جيتي في مرحله اللي فيها تيار، عطيتي فرصه لواحد التيار. خلينا نشوفوا الجانب السيكولوجي. نتنياهو ما يوقفش الحرب، لانه لو وقف الحرب غيمشي للحبس. علاش غيمشي للحبس؟ لان عنده مشاكل في اسرائيل. اذا ما يمكنش يوقف الحرب الان هو نهائيا. واخطر ما كاين هو هاد الشهرين، هاد الشهر بالخصوص. دابا حنا فين؟ حنا في اكتوبر وغتكون الانتخابات الامريكيه، هاد المده الى حدود الانتخابات الامريكيه، ويمكن تزيد الى حدود تسلم الرئيس الامريكي القادم، غيتسلم في جونفي. اخطر ما كاين هي هاد المرحله، ذكرها مزيان، لانه يعرف جيدا بانه الى طلع ترامب غادي يكون مشكل. إذا شنو خصو يدير؟ هو خصو يعاد الحرب ويفوت، يدخل في لبنان، ويمكن يفوت لبنان، باش ما يبقاش أنه شي واحد كيحبسو إلا طلع ترامب. بالنسبة لهم إلا كانت هاريس عرف الحرب بأنها مشات ما غتساليش. باش نكونوا واضحين هنايا في هذه الأمور هذه، خلي التحليل ديال هنا اللي كيشوف هنا وكيبان ليه المقاومة محور المقاومة، تشوف الخريطة ديال النظام الإقليمي كيفاش كتبنى، وكيفاش غيكون التأثير على العلاقات الدولية، هذا الشيء كله، هذا هو الحساب اللي خص أي واحد دابا الآن يبدا يحسب فين غتوقف هذه الحرب هذه. فما غتوقفش بأسلحة جد متطورة، أسلحة جد متطورة. واش كتعرف طبيعة القنابل اللي تم القصف بهم، الصواريخ والقنابل اللي تم القصف بهم ديال القادة ديال الحزب الله؟ واش كتعرف هذا الشيء؟ هذا راه الوضع خطير. شي واحد يقول لك هنا عن هذه المعادله، القياده عند الولايات المتحده الامريكيه، الى انهزمت اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه غتفقد القياده ديال النظام الدولي. واش غتسمح بفقدان القياده ديال النظام الدولي؟ ولا وباقى لحد الان التوازنات ما استقراتش امام الامريكيين. ولا استولات اسرائيل على لبنان، شنو المخطط اللي جاي من بعد؟ لا استولات على لبنان، جاي المخطط ديال سوريا. تما غادي يديروا شي، والاتراك فهموا هذه المساله، وبداو الاتراك انهم عندهم واحد التمدد في سوريا، الشمال ديال سوريا، وغادي يمكن يوصلوا الى العراق. بمعنى اللي كانت دايره ايران بالتمدد ديالها غديروا اسرائيل بالتمدد ديالها، نفس المساله، غتضعف ايران وغيكون التمدد ديال اسرائيل. الدول العربيه ساكته. الدول العربيه لحد الان ما عرفناش كيفاش كتفكر. الدول السنية، لأن إلا قريتي الفكر، الناس ينتبهوا لهذه القضية، يقراوا مزيان على الأساطير المؤسسة
الأساطير المؤسسة للفكر الإسرائيلي ويقرأوا على الأساطير المؤسسة للفكر الفارسي الشيعي الإيراني، هاي القوم كيتلاقاو والهضرة على من؟ على الدول السنية. الهضرة على الدول السنية. والمغرب أيضا يندد وكيعتبر أن الحكومة نتنياهو حكومة متطرفة وأن نتنياهو مجرم حرب. لكن مع كل هذا لماذا المغرب مستمر في مسار التطبيع مع إسرائيل؟ شوف المغرب كنهضروا من الجوية ديال العلاقة الدولية، داك اللي كيقول لك المغرب يوقف، تا هو شوف واش كاين على المغرب اللي عنده العلاقات مع إسرائيل ولا؟ تا أنا عطاك أنا بالترتيب. حنا مغاربة كندوي على المغرب. لا هو اسمح لي، وعلاش علاش هذا هو الخطاب ديال الجزائر هذا؟ الجزائر هي اللي شادة هذا الملف هذا، هي اللي شادة. الجزائر شدت، علاش الجزائر ما قدرتش تستقبل واحد من حماس؟ وكان سولت دابا انا سولت اي خطاب ديال الجزائر وايران، راه الخطاب ديال الجزائر وايران هو اللي كيسود على الحكي. واش ماشي من حقي نسولك هذا السؤال؟ لا من حقك، انا اللي كنشوف حكومه متطرفه. انا جاوبتك، انا جاوبتك نمشي معاك بعيد كاع. ها المغرب نمشيو هذه الفرضيه، ها المغرب كاع وقف العلاقات، غتوقف اسرائيل الحرب، غتأثر، غادي يأثر لأن هنا، ولكن واش غادي يكون غادي يوقف الحرب؟ أنا في نظري أن المغرب ممكن يلعب دور في واحد المرحلة، غير يلعب دور بين هاد الأطراف هذي لأن مقبول لدى الطرفين. ثم حنا عندنا العلاقات. لا هو المغرب راه لعب دور، راه احتضن القضية الفلسطينية ما ينكرهاش شي واحد، القمم العربية كلها دازت عندنا حنا. واش عن طريق المساعدات صافي؟ لا لا لا، احتضن المغرب، احتضن المفاوضات، قرب وجهات النظر بيناتهم في واحد المرحلة. ولكن مصر كانت أكثر. لا لعب المغرب، شوف المغرب في واحد المرحله لعب ادوار واستقبل قاده اسرائيليين واستقبل قاده فلسطينيين، ولعب دور المغرب في هذا الجانب هذا وتبع اعترافات لا الاسرائيليين لا الفلسطينيين. هذا جانب خصنا نعرفوه هنا. ما يبقاش شي واحد كيغوت على التطبيع 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 التطبيع. العلاقات الدوليه هذه جوج دول كاين العلاقات فيما بينهم، جوج دول كاين العلاقات فيما بينهم، ما يجيوش يحكموا المغرب. اسرائيل كي واخا سي اسرائيل هذه مثلا هاد الدول العربية مقاطعها من ألف مقاطعها منذ النشأة ديالها، وهي عضو في الأمم المتحدة من 1949. شنو تغير إسرائيل يوم رأى إسرائيل أخرى؟ راه تغيرت إسرائيل اللي كيدير التحليل. إسرائيل كانت واحد المرحلة كيموتوا جوج ولا واحد كتوقع عندهم ضجة، دابا لا دابا لا، تبدلت إسرائيل. إسرائيل أمامنا إسرائيل أخرى. شكون اللي عطاها الفرصة؟ هو ما وقع في 7 من أكتوبر، عطاها الفرصة هذه. الضوء الاخضر جا من ايران، عطاتها الحماس، وهذا مازال تكشف عليه الوثائق شكون، ولكن الامريكيين كان عندهم خبر والاسرائيليين كان عندهم خبر وكان عاجبهم الحال، لقوا فرصه الان. انا هادشي بغيت نقول لك، لقوا فرصه، لقوا فرصه الان. اسرائيل لقات فرصه، واسرائيل السؤال الان من سيوقف اسرائيل؟ شكون اللي غيوقفها؟ امريكا ما قدرتش توقفها الان لاسباب متعدده، منها في هذه المرحله اي قرار يديره نتنياهو غيأثر على انتخابات في الولايات المتحده الامريكيه. الا ضرب منشآت نوويه مشكل، الا ضرب منشآت نفطيه غيأثر على انتخابات الامريكيه، الا ضرب المنظومه ديال الصواريخ. هذا هو النقاش اللي كاين الان. اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه كانوا جابوا الخبر بانه غادي يطرد داك الهجوم، عندهم المعلومات. المدنيين كيفاش المدنيين؟ خلاوهم المدنيين الاسرائيليين. شوف المدنيين، شوف واحد القضيه خاص تعرفها، اللي كيدير اللي كيدير السياسه كأسرى لدى حماس، اللي كيدير السياسه كيكون يبني استراتيجيات. درتي خطا كتبني عليه، انا بالنسبه لي خطا غديرو غنبني الشرق الاوسط كامل. يعني نقدر انا مثلا اللوح المدنيه اللي سميتو كأسرى ونخليهم على اجل على حماس. دابا شنو كدير من ضحيه؟ حماس ما فكرتش في هذه القضيه، هي اسرائيل المدنيين ديالها ما مشاو. حماس ما فكرتش في هذوك المجموعه اللي الفوق، هبطتهم من تحت الانفاق. واش هبطت فيهم؟ واش ما كانتش كتعرف بان اسرائيل غدير القصف؟ ولا حزب الله، دابا حزب الله اللي منازل في لبنان وقرى في لبنان كلها سلاح، فكر هو في هذه المساله؟ علاش كتشوف ديك الانفجارات بسهوله؟ لان كاين اسلحه تما. اذا دائما المدنيين هما الضحايا. هذا الشيء اللي كنقول لك ودي، ما تدفعوش الشعوب الى الانتحار، هذه راه قاعده في القانون الدولي كنامن بها انا. مشكله صافي. كنت قلتي واحد الجمله قبل، قلتي ان المغرب محتاج للتحالفات من اجل الامن القومي. اي دوله، شوف التحالف، شنو هو التحالف؟ شنو هو التحالف؟ علاش كنتحالف انا؟ انا كنهضر معاك بالقواعد ديال العلاقه الدوليه. علاش كندير التحالف؟ الواقعيه الجديده النظريه هذه كتقول لك ودي كندير تحالف باش انني ك
كنحمي الامن القومي ديالي. الدليل على ذلك الان المغرب هو الان المغرب راه دخل في التسليح، دخل في الصناعه ديال الاسلحه. اذا من كتستافد هنا؟ كتستافد من هذا التحالف هذا. ولكن واش كنا فعلا محتاجين لاسرائيل؟ كيفاش لاجل حمايه الامن القومي؟ حتى حنا راه عندنا العلاقات مع اسرائيل، راه عندنا جزء حنا من المغرب اليهود، كاينين ولا ما كاينينش؟ لا انا ما كندويش على المغرب اليهود. غتستغل بلاتي، غتستغل بلاتي، غتستغل. كندوي على لا راه المغرب، شوف اتفاقيه المغرب منذ البدايه تطور الاسلحه العسكريه. واسمعني، ما كاينش شي دوله اللي عندها هذه الفرصه ديال هذا العدد ديال اليهود المغاربه. وبالمناسبه باش نهضروا، اليهود المغاربه اكثر، بمعنى عندهم واحد الارتباط كبير بالمغرب، عندهم واحد الارتباط وكيضاربوا في المنتديات الدوليه على المغرب. هذه شفتها انا بعيني، اليهود المغاربه، باش نكون معك واضح هنايا، لان اليهود المغاربه كاينه كتعرف التاريخ شنو وقع، ديك الحمايه ديالهم خلاتهم الى درجه انهم اللي كيتنوض، ملي كنهضروا على على الحزب المتشدد اللي كاين في اسرائيل، ماشي خرجوا اليهود المغرب قال لهم انتم عندكم علاقه بالمغرب، الولاء للمغرب اكثر من الولاء لاسرائيل. هذو يهود مغاربه. اذا هنا عندي انا هذه المجموعه اللي هما مغاربه ومتشبتين بالمغربيه ديالهم، كنبني عليهم علاقات، كنبني عليهم علاقات. اي دوله راه فرنسا عندها يهود، عندها يهود فرنسيين، باني عليهم علاقات. الولايات المتحده الامريكيه شنو فيها؟ فيها يهود، فيها يهود وفيها شوارع عند كيسكنوا فيهم اليهود. اذا علاش كاين هذاك التاثير؟ كاين تاثير لان اليهود عندهم القرار في العالم، كاين عندهم قرار باش نكونوا واضحين، عندهم يؤثرون، هما اللي كيف جماعه الضغط. راه مؤخرا الجزائر براسها، انا غنجيك للجزائر، دارت شنو دارت الجزائر؟ دارت اتفاقيات مع لوبيات، لوبيات باش يدافعوا على الجزائر، يصوبوا الصوره ديالهم. شكون هاد اللوبيات؟ شكون؟ يهود امريكيين، مولات يهود امريكيين. طيب نرجعوا ل ملف الصحراء الغربيه المغربيه. تماما كنت غادي نمشي فيها. لا حنا كنقولوا الصحراء الغربيه المغربيه حيت كاين الملف الاخر اللي هو الصحراء الشرقيه المحتله، الصحراء الشرقيه الشرقيه المغربيه. طيب الجزائر وحركه البوليزاريو دائما ما يحاولان عرقله اي تقدم في قضيه الصحراء المغربيه، وفي ظل الاعترافات الدوليه المتزايده بمغربيه الصحراء كاعتراف فرنسا الاخير، سؤال مفتوح، كيفاش كتشوف موقف الجزائر الان؟ دابا هنا باش نفهموا هذه القضيه، دابا الجزائر بزاف ديال عباد الله كيشوفوا الجزائر من واحد الزاويه اللي هي انها بحال قلتي مضاربه مع المغرب، متفقين باغا تجزأ المغرب، ولكن شوف واحد الزاويه اخرى. هاد الزاويه ان الجزائر هذه القضيه ديال المنفذ الاطلسي على المحيط الاطلسي وباغا تجزأ المغرب ونشأت البوليزاريو، هذه معطيات ثابته ياك. ولكن دابا شنو وقع بالاضافه لهذا؟ دابا الجزائر في البدايه، منذ البدايه ديالها، منذ التوصيه ديال عبد الحفيظ بوصوف، هذا ديال المخابرات الجزائريه، هذا الشيء راه في نهايه الخمسينات، باقي الجزائر هذيك كيقول لهم دائما خاص يكون عندكم عدو داخلي وعدو خارجي، العسكر باش يحكم. انا عطيك الاستوار في هذه القضيه باش العسكر يحكم. شنو وقع في 63؟ شنو دار بن بلة ملي وقع الهجوم، ملي وقعت الحرب، الحرب بين المغرب والجزائر؟ بن بلة كان المناطق العسكريه، شعر بان المناطق العسكريه غتفرتك ليه، غتفكك الجزائر. شنو دار؟ استعمل واحد النظريه كنسميوها نظريه الالتفاف حول العالم، العالم درابو، التفاف حول العالم. شنو دار هو؟ حرب وبأوامر من ضباط فرنسيين انذاك، دار حرب مع المغرب باش يعاود يجمع الجزائر، باش يعاود يجمع الجزائر. من ذاك التاريخ ولا المغرب عدو داخلي تأسس. ما يمكنش العسكر يحكم الجزائريين بدون توصيف المغرب بأنه عدو، هذه تهنى منها. العسكر بنى اللعبة السياسية الداخلية بناء على أن المغرب عدو. فينما كتوقع شي أزمة وكيحس بأن البلاد غتضعف ولا غتريب ولا كذا، عندهم كيخرج الورقة ديال المغرب، منها آخر حاجة هي ديال الفيزا. منها ديما خصو يستعمل المغرب. إذا هنا راه ما يمكنش، راه ولات صعوبة عند العسكر الجزائري. خاص النظام العسكري يتغير كامل باش تكون علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر. علاش؟ لأنه بنى الحكم للجزائريين على المغرب. ومن 63
هناك العمليه ديال الشحن، ثم غتجي 75 نصف قرن وانت كتقول الجزائريين ما كيعرفوش، كاين الجزائريين ما كيعرفوش الصحراء فين، ما كيعرفوش البوليزاريو بانه راه فوق الاراضي ديالهم، ما كيعرفوش الصحراء المغربيه، ما كيعرفوش هاد الحوايج كاملين، وما كيعرفوش بان البوليزاريو راه كاين فوق الاراضي ديالهم. غتجي الان كيفاش غادي تحل هاد المساله هادي، شنو هي الحل؟ لهذا راه كنقول انا بانه اسمح لي انا عاوزك تبغي تقول، ولكن هاد المعطيات اللي عطيتيني دابا ولا درنا بالتزامن مع خطاب جلاله الملك نصره الله، عارف انه المغرب دابا كيربح الملف ديال القضيه ديال الصحراء المغربيه على الساحه الدوليه، وكاين مشاكل داخليه عند الجزائر، واش كتعتقد او واش ممكن يكون خطاب جلاله الملك نصره الله، وحنا عارفين النظام الجزائري مسطيشي شويه، هو بدايه لمواجهه اكبر بين المغرب والجزائر في الساحه الدوليه؟ شوف ماشي مواجهه، لكن الحرب. انا باقي كنقول السيناريو ديال الحرب قريب، خصوصا مع هذا الخطاب. انا لا ماشي قضيه الخطاب، لا لا واش خطاب جلاله الملك لا كنقول، شوف انا كنقول لك منذ ثلاث سنوات وانا كنقول بان الحرب قريبه. لا الخطاب المغرب والجزائر، لا الخطاب كيهضر على الملف ديال الصحراء بانه حسيمه هي، ولكن ملي كنقولوا لا ولكن ملي كنقولوا ان جلاله الملك في الخطاب كيقول لك الملف حسيمه كتستعد، يعني صافي الجزائر دابا لا شوف شلات. الجزائر دابا وملي غتفشل الجزائر شنو غينوض الصداع لداخل الجزائر؟ غادي الجزائر كتمشي للحرب لان ورقه وحده هي اللي بقات، ورقه وحده عندها ورقه ديال الحرب هي اللي بقات، لان ما نزيدوش باش يستمر نظام عسكري، باش نزيدوا الامور عندهم لداخل، هما الامور عندهم لداخل صعبه، هادشي راه منذ سنوات، راه منذ سنوات راه وضعوا السيناريو ديال الحرب. لا ولكن انا دابا اللي بنشرح لك هو انه دابا صافي الملفات كاملين خسرات فيهم، الاوراق كامل اللي كانت الجزائر خسرات فيهم ياك، بقات عندهم ورقه ديال الحرب، ورقه الحرب غير انا بغيت نفهم واش الخطاب لمح شي مساله بحال لا 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 خلي الخطاب، شوف الخطاب ملي غادي تجي تقول صافي الخطاب راه داير جمله لتحت بعدا الخطاب، كاينه واحد الجمله بانه حنا ديما العلاقات المغاربيه، دابا المغرب ديما كيمشي للسلم، الجزائر باغا تمشي للحرب. الخطاب ما تنساش واحد القضيه بانه المغرب دار كاع المحاولات مع الجزائر، دار معها اليد الممدوده كيقول لهم اودي اجيو راه يمكن نديروا مشاريع مشتركه، ما بغاوش. شنو دار المغرب؟ راه ما فهموش هما المبادره الاطلسيه، ما فهموهاش، هي كتبان الان ودخل الدول ديال الساحل، عاد فهمت الجزائر، العسكر كيفهم معطل شويه ديال الجزائر، ما كيفهمش. الجزائر ما عرفتش بلي راه تخسر هذه الحرب. ماشي هي غتخسر هذه الحرب، العالم كله كيتسنى خطا ديال الجزائر، لان الدوله اللي متوقع انها غتفكك هي الجزائر، غتفكك على ثلاثه، كيتسناو خطا ديال الجزائر. كل هاد التقارير خطا هو انها دير حرب مع المغرب، الا دارت حرب مع المغرب مشات الجزائر. ولكن عارفه الجزائر براسها عارفه انها غادا في واحد المسار اللي فاشل، وعارفه انها تخسر، ولكن علاش هي مازال متمسكه بهذا؟ شوف العسكر، واش كاين شي اسباب خارجيه ولا غير العسكر؟ انا غنعطيك مثال، واش كاين شي دول اخرى هي اللي كتعطيك مثال على قرارات الجزائر؟ شي العسكر اش وقع لي دابا؟ بحال صيق واحد الكاميو تقطعوا لي فرانات وغادي للحفره، ما عنده ما يحبس، ما كاينش ما يحبس، هما بناوا نظام سياسي بهذه الطريقه، ولكن هما عارفين راسهم انهم خاسرين، مع ذلك هما مستمرين. دابا السؤال كيفاش غادي يديروا الدوره؟ الا بغيتي دير الدوره لا، ولكن انا بغيت نسولك واش كاين دول اخرى هي اللي كتاثر على قرار الجزائر؟ ما دول اخرى اللي كانت الهضره على فرنسا، فرنسا الان فرنسا الان صفات الجزائر. روسيا كان خصو، روسيا الان عندها مشاكل مع الجزائر، لان روسيا كاينه في المنطقه ديال الساحل وعندها ملفات على الجزائر، اللي دخلات اوكرانيين حتى للجنوب ديال الجزائر، اللي ساهموا في العمليه اللي ماتوا فيها الفاغنر، هذه معطيات كلها. الجزائر دابا راه ما كاينش اللي كيسلحها بعدا، واحد القضيه ما كاينش اسلحه عندهم، راه داروا ميزانيه ديال 25 مليار 25 مليار دولار دابا، زادوا 3 ديال المليار على اللي فات تما، اكثر من هذا اللي كيقرا المجله ديال الجيش، هذا العدد الاخر كلشي كيمشي نحو المنطقه العسكريه الثالثه اللي قريبه لنا حنا. اذا ما بقاش عندهم خيارات، عندهم خيار واحد هو يبدلوا القيادات ديال الجيش، لان كاين جناح داخل الجزائر اللي ما باغيش الصراع مع المغرب،
لحد الجناح اللي بين وهو الجناح ديال شنقريحه باغي الحرب مع المغرب. شنقريحه فات منه وقع لي مشكل مع واحد تما قائد اللي كان سميتو قايدي، طلب منه ملي ضربوا الشاحتين قال لي حط لنا سيناريو ديال الحرب مع المغرب. شنو الجواب ديال كان قايدي؟ هذا قايدي عنده علاقه بالغرب وكذا، من بعد غيسجنوا غادي يخرج. قال لي ودي غنشوفوا اولا فين ضرب المغرب، الا ضرب في المنطقه العازله راه ما عندنا ما نديرو، الا ضرب فوق الاراضي الجزائريه نديرو الحرب. ما عجبتوش هاد الهضره هذه، سجنوا هذا قائد اللي هو كان شويه هو اللي متنور فيهم. اذا اللي كيحكموا الان غاديين بالجزائر في اتجاه الحرب. كيقول لك البعض لا غيخافوا العسكر ملي غيبغي يغرق اش غيدير؟ خصو الناس يرجعوا للتاريخ كما دار ابن بلا كما داروا في مرحله اخرى، غيبغي يدير الحرب مع المغرب. ولكن الحرب ماشي في صالحنا حتى حنا، حيت حنا غادي نقول ماشي في صالحنا. شوف ديال البنيه التحتيه، المسار 63، شوف التنميه الاقتصاديه الى غير ذلك. الحرب كتستنزف شويه ولكن الموارد البشريه وحتى المغرب كيتجنب الحرب الان، كيتجنبها لانه بنى نموذج تنموي، بنى بلاد وحنا غاديين. ولكن واحد القضيه، رجع معايا شوف معايا الهضره اللي قال العمامره، الهضره اللي قال العمامره، العمامره ملي قطعوا العلاقه الدبلوماسيه راه بصيغه اخرى، كتقراها نفسيا كيقول لك انتوما حنا بقينا في العداء معكم، قابلناكم انتوما بنيتوا دوله وحنا ما درناش دوله، اذا غنتحاربوا معكم، غنقطعوا العلاقه ونتحاربوا معكم باش نرجعوا بحال بحال. هذا هو الريزومي ديال الخطاب ديال العمامره اللي اغلبيه المغاربه خايفين منه. لا كنكونوا غادي مزيان الحرب ترجعك شويه اللور. شوف ماشي قضيه الحرب كترجعك شويه اللور، ولكن انت دابا راه خصك ديما كتستعد للسلم وكتستعد للحرب. هذه العلاقه الدوليه ما كتعرفش، شوف العلاقه الدوليه ما كتعرفش النوايا ديال الطرف الاخر. ما يمكنش شي واحد يقول لك لا الجزائر ما عندهاش فكره ديال الحرب، ما كتعرفش النوايا. ما كتعرفش الدول، ما كتعرفش النوايا ديال الدول. هذا باش نكونوا واضحين. هذه من الحروب اللي كيسميها البعض الحروب المنسيه، وقعت في واحد الوقت. ولكن واش حنا ما كناش كنتحاربوا مع الجزائر؟ سؤال هذا لما حرب الرمال لا مثلا البوليزاريو، شو اللي كان كيحارب معاه البوليزاريو؟ كنا كنتحاربوا مع الجزائر، حرب مع الجزائر دابا الان غدير معك حرب، اما غدير معك حرب بطريقه وداك، ولا غدير معك حرب غتسلح البوليزاريو وتدخل هي من وراه وتدخل معك في حرب. لقيت فاش البوليزاريو كانوا داروا واحد الضربه في السماره ياك، المغرب رد عليهم ولكن حنا ما جبناش الخبر. المغرب ما عمرو رد فوق الاراضي الجزائريه. لا ولكن رد على ميليشيات البوليزاريو. كيرد المغرب في المنطقه العازله. في المنطقه العازله سلام. كيرد المغرب كيرد في المنطقه العازله. ولكن ملي البوليزاريو شكون اللي كونها؟ الجزائر. الجزائر. بطريقه غير مباشره الجزائر هي ضربت السماره لا؟ لا ما تقدرش دير هذا الربط هذا. ما تقدرش، لان دابا الان الجزائر عندها مشكل كبير. السؤال كيفاش غتعامل مع البوليزاريو؟ البوليزاريو ولات الدول كطرح اسئله، كتقول لهم هذيك البلاصه فيها البوليزاريو شنو هي؟ لم نتابع. هذا راه سؤال غادي يطرح، لم نتابع. ولكن في حاله ما الى بدات الحرب راه كتولي المسؤوليه ديال الجزائر. غتولي المسؤوليه ديال الجزائر، لان المغرب نهار الاول خلى المنطقه العازله لاش؟ باش ما يدخلش في صدام مباشر مع الجزائر. خلى هذيك المنطقة باش ما يدخلش في صدام مباشر مع الجزائر. طيب دكتور سليمي، الاعترافات ديال بزاف الدول المغربية الصحراء كتخلي ان المملكة المغربية كدير شراكات استراتيجية واقتصادية. متفق معايا. وهذا الشيء اللي كنشوفه مؤخرا ان المغرب يعني كيستثمر بقوة في البنية التحتية والاقتصاد في الصحراء الغربية المغربية، مما يعزز التماسك الداخلي وكيبعث رساله للعالم بان الصحراء جزء لا يتجزا من المملكه. حدود الساعه متفق معايا يا دكتور. كاين اللي كيقول انه كاين مناطق اخرى بالمغرب اللي كتعاني من نقص التنميه وما كتستاش من الاستثمارات الحكوميه بنفس القدر. وهذا الشيء اللي شفناه من بعض الفيضانات اللي كانوا في طاطا وفي مناطق اخرى. كيفاش يقدر المغرب يحقق التوازن في هذا السياق؟ شوف المغرب كتخرج التقارير. دابا باش نتفاهموا، المناطق الجنوبيه ديالنا كنهضر على الصحراء المغربيه استرجع المغرب متاخر. طبيعي انه يكون واحد المجهود كيدار، هذا عادي لانها ما استفدتش مثل المناطق الاخرى في الاول. ولكن في نفس الوقت كنتفقوا بانه في المغرب الان ولا واحد التباين بين الجهات. عندنا 12 جهه ماشي بحال متفقين. ماشي بحال هنا المسؤوليه ديال من؟ دابا حنا درنا جهات ودرنا مجالي جهويه وكاين مجالي جماعيه ومازال كتسنى الدوله
راه كاينه شي حاجه كتسمى الدوله الترابيه، كاين الدوله المركزيه وكاين الدوله الترابيه اللي قريبه من المواطن. المسؤوليه دابا نسولك مثلا هاد الجهات، المجالس ديال الجهات شنو دارت؟ عندها ميزانيات، المجالس الجماعيه عندها ميزانيات، واش غتسنى انت ان الدوله تمشي دير لك الشانطيات؟ الحكومه كنهضر هنا، واش غتسنى دير لك الشانطيات؟ ولكن المنتخبين اللي كاين في المجالس الجهوية اي المجالس الجماعات هذه مسؤوليه ديالهم، ممكن نقول مسؤوليه دوك المختبئين المنتخبين كيكونوا في الاحزاب السياسيه. بلاتي يمكن نقول لك اليوم مسؤوليه ديال الحكومه. علاش؟ علاش؟ لان اش دارت الحكومه هذه؟ الحكومه الاحزاب اللي كاينه في الحكومه هي اللي كاينه في مجالس الجهات، هي اللي كاينه في مجالس الجماعات، المسؤوليه ديالها تماما بطريقه غير مباشره. اشنو دارت هذه الحكومه؟ شنو الاوامر اللي عطات المجالس الجهويه ديالها والمجالس الجماعيه باش دير؟ شنو عطاتها؟ نتفقوا على هذه القضيه هذه، هذه نتفقوا عليها. نرجعوا مثلا البرامج اللي كدير الحكومه، يمكن نتفقوا على المشاريع الكبيره واش كدار في هذه المناطق، ولكن ملي كيلوز واحد الواد مثلا وكيضرب واحد الشانطي، هذاك الشانطي شكون دارو؟ الجماعه. كاينه مسؤوليه؟ لا، كاين حتى الجهه، وبعض المرات كتدخل حتى وزاره التجهيز، كاينه يمكن دخلوا اطراف كاملين هنا. ملي كدوز واحد الواد من واحد المساله ديال البنايه، شكون هذيك البنايه شكون اللي عطى الترخيص؟ المجلس الجماعي. اذا الدور ديال المنتخبين ملي شنا مثلا يمكن نتفقوا في واحد الجانب، ملي خرج واحد الكار، خرج واحد الكار مثلا وقطع من هذاك الواد اللي دا دوك الناس الله يرحمهم، هذه مسؤوليه ديال من هنا. هذه هنا كتدخل مسؤوليه متعدده لمجموعه ديال الاطراف، ولكن فعلا راه كتبان بان هذيك المناطق مهمشه. ولكن اسمح لي، انا زرت بعض المناطق كاين فيها بنيات بدات، نعطيك مثال، جيت الرشيديه وانت جاي من تما وانت جاي، كاينين ولاو طرق مزيانه. المغرب ما بقاش كما كان، ولكن راه المسؤوليه دابا انت باغي ما غتبقاش عندك حكومه مركزيه، ما غتبقاش عندك دوله مركزيه. لا مركزيه. اذا هنا المسؤوليه هي المجالس، اش كيديروا؟ مجالس عندهم ميزانيات، شنو كيديروا؟ هاد المنتخبين شنو كيديروا؟ ها السؤال هذا، شنو كيديروا؟ غنعطيك انا امثله، راه كاينين امثله ما بزاف ديال الامثله. نعطيك مثال بسيط، انا كنتمي لسيدي بنور. سيدي بنور. سيدي بنور كنعرف المدينه كيفاش، كنعرف بدات من قريه وهي غدا. ولكن دابا ما كنلقاش، ملي كتلقى سيدي بنور اييه كاين الطريق وكاين، ولكن ما كاينش البنيه، ما مقاداش. مسؤوليه ديال من؟ ديال المنتخبين. المسؤوليه ديال المنتخبين. يمكن تجي الدوله، هاد الدوله دارت تما دير لك معهد ديال التكنولوجيا وغيره، ولكن هنا المسؤوليه ديال المنتخبين. صراعات وغيرها، مجموعه ديال المناطق فيها هذه الحاله هذه، مجموعه هذه المناطق عندهم موارد. علاش عطيتك انا مثال ديال سيدي بنور؟ لان كاينه موارد، جماعه غنيه. جماعه غنيه، ولكن اشنو كيدار من بعد؟ المنتخبين اشنو كيديروا؟ بالاضافه لهذا كتزيد حتى السلطات المحليه حتى هي، لان المنتخب راه كيراقبوا ديال السلطات المحليه. ولكن كاينه حاجه واحده اخرى، دابا حنا كاملين مغاربه ياك، وكاين نيت سكان الاقاليم الجنوبيه وما بغينش كاع داك الحكم الذاتي، ودوك يقول لك انا مغربي ما عندي ما ندير داك الحكم الذاتي. شوف الحكم الذاتي، حنا كاملين مغاربه، ولكن انا ابار الحكم الذاتي. انت كتظن واش الحكم الذاتي؟ دابا سؤال، واش كتظن دابا المغرب عرضوا في 2007 واش باقي ذاك المشروع اللي درناه في 2007 غيبقى هو هو؟ لا، راه تبدلات الامور، تغيرت. هذه تغيرت. اذا راه حتى دي ميستورا ملي هضر كيقول لهم واش ممكن تكون تعديلات في هذا الحكم الذاتي. المغرب راه قدم الخطط ديال الحكم الذاتي، ولكن ملي غيوصل للمرحله ديال التنزيل، حنا دابا درنا ديزيتاب، الوضعيه مهيئه، راه يمكن تكون امور اخرى، تعديلات اخرى. لان 2007 راه شحال من عام؟ تبارك الله، كاينه واحد 17 سنه. 17 سنه راه ماشي نفس تغيرت البنيه، العيون، انت زرتي العيون تبدلات ماشي بحال صراحه. العيون انا هنا تحيه للمنتخبين ديال العيون، كنعرفوا، انا اعرفهم شخصيا، وايضا السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي. كاين تطور كبير جدا للعيون، لدرجه انه حنا كنديروها في الصور. العيون راه تنافس المدن الافريقيه الكبيره. ولكن لا، دابا الاشكال اللي كاين هنا هو دابا كتلقى مثلا كاين امتيازات في المناطق او في السكان الاقاليم الجنوبيه على
على الناس اللي ساكنين في الدار البيضاء في الرباط في مكناس. مثلا نعطيك بعض الامتيازات، كتلقى مثلا واحد طالب كيقرا في الدار البيضاء ملي كيمشي للمسار الجامعي الا كان كيقرا في نفس المدينه كياخذ نصف ديال المنحه، ولكن الا سافر لمدينه واحده اخرى كياخذ منحه كامله. في السكان الاقاليم الجنوبيه لا، الا كنتي ولد العيون كتقرا في العيون كتاخذ منحه كامله. هذا الامتياز الاول. الامتياز الثاني ملي كتبغي تاخذ مثلا المنحه الجامعيه كيشوفوا مثلا الصالير ديال الاب ديالك، فمثلا كياخذوا بالاعتبار الصالير ديال الاب ديالك. الا كان مثلا الا عندك شي اب اللي عنده الصالير ديالو مثلا مرتفع ولا مثلا كيخلص الضرائب وكذا، غادي ما غاديش ياخذ المنحه. ولكن في العيون واخا يكون الاب ديالك وزير كتاخذ المنحه. والحاجه الثالثه ومن هذه الامتيازات هو مثلا انت دابا ولد الدار البيضاء وكتقرا في مكناس، في الترونسبور انت اللي كتخلص، ولكن السكان الاقاليم الجنوبيه كياخذوا ما يسمى بالريكيات. فمثلا دابا انايا كان انا ولد العيون وكنقرا في اكادير، كنمشي مثلا الشركات ديال النقل اللي معروفه مثلا ساتيام ولا ساطاس ولا السوبراتور، وكنمشي كناخذ 12 ريكيزيسيون، كتسمى ريكيزيسيون، يعني عندي 6 الي و 6 روتور، كنمشي فابور يعني من العيون حتى اكادير الي روتور. علاش هاد الامتيازات كاينه عند سكان المناطق الجنوبيه؟ غنجاوبك جوج. علاش هاد الامتيازات تطاوليه؟ غنجاوبك جوج الاجوبه. انا ولد المناطق الجنوبيه، ولد الاقاليم الجنوبيه، مع ذلك كنسول هاد السؤال. لا غنسولك، غنعطيك على جوج الاجوبه. الجواب الاول جاوبته لك، قلت لك بان هاد المناطق تم استرجاع ديالها متاخرا، عادي بانه كاع المجهودات كدار تما. الجواب الثاني، واش باقين نايض باقي كاين الملف في الامم المتحده وغيرها؟ كاين هذه المساله هذه. وهنا كل مره كيخرج لك واحد الطرف كيقول لك راه ما كاين والو، مثلا كيقول لك هذيك المناطق راه ما كتستافدش من الثروات ديالها، كاينه ولا ما كايناش هذه القضيه كيقولوها. اذا اش كيدير، شنو كيدير، شنو كدير السلطات هنا؟ شنو كدير؟ راه كتعطي للمواطن، كتعطيه لان داخله في اطار، داخله في اطار هاد الشيء اللي قلت انا، داخله في اطار هاد المساله، انه هذيك الاقاليم خاص التنميه ديالها عادي. لان هذيك الاقاليم اللي كتجي مثلا واحد المنظمه معينه ولا كذا كتمشي كتشوف الوضعيه ديال هذوك السكان. لان كاين خطاب اخر كيقول لك لا وهذوك الناس ما مستافدينش وكذا، كيقول لك ما مستافدينش وغيرها، اللي كتجي انت كتقول لي اودي انت راه الدوله كتصرف تما اكثر ما كتصرف في مناطق اخرى. ربما ملي غادي حنا دخلنا المرحله ديال الحسم انذاك كتولي امور اخرى، كيولي اهتمام ماشي كنقول اهتمام، راه دائما كاين اهتمام، دائما كاين اهتمام. شكون، انا نعطيك مثال بسيط، اتفاقيه كانوا دايرينها هذه السفر، كيجيو الناس من العيون كيجيو في الطياره ياك، كاين اللي كيخلص واحد كاين البيي وهاد المسائل هذه. راه كانت مثلا لارام دير اتفاقيات مع مجالس الجهات كلهم باش يخلص واحد، ايوا كاين اللي فعلها كاين اللي ما فعلهاش. راه المنتخبين تما، المنتخبين بالمناسبه كيخدموا، راه كاين المنتخبين كيخدموا، انا شفت هذاك الشيء تما كيخدموا. ولكن ما تقولش ثاني امتيازات، ما كايناش امتيازات في القرايه، غتقول لي راه كيجيو للجامعات وكذا، بحال 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 بحال، ما كايناش امتيازات، يجي يدوز امتحان بحاله بحال 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 الاخرين عادي. ما يجيش يقول لك اودي انا من الاقاليم الجنوبيه كيدوز الامتحان بحاله بحال الناس وكينجح ولا ما ينجحش. امور اخرى. يبقى لنا سؤال اخير. قبل توقعت بانه تقدر توقع حرب بين المغرب والجزائر، ولكن واش ما كاينش شي حل اخر، يعني مثلا عوده الدفء بين العلاقات المغربيه الجزائريه؟ كيبان لك، واش كيبان لك انت كاين العوده ديال الدفاع؟ هو شوف الخطاب ديال الجزائر، شوف المغرب دابا، المغرب الرسمي ما كيهضرش معاهم. شوف دابا انت التصعيد اللي كاين من الجزائر، حتى الجزائر البلاد ريبه، البلاد ريبه، شتي لا خداو هما لا داروا الحرب لا دخلوا، راه غتريب البلاد غتمشي. لان يعني الجزائر اصلا دارت، شوف الجزائر دارت خطا، دارت فرنسا خطا، دارت فرنسا، فرنسا دارت بحال اللي قلتي، دارت واحد دارت العسكر جمعته عطاته دوله، عسكر عطاته دوله باش تبقى الفوضى في شمال افريقيا، باش تبقى الفوضى في شمال افريقيا. دابا المناطق اللي كاينه في الشهر وتيندوف مغاربه مؤخرا، دابا ما تقدماتش مساعدات، ما تقدماتش مساعدات لبشار ملي جات الفيضانات. علاش كيأدبوهم؟ لانهم مغاربه، وحنا كنلقاوهم كيقول لك حنا مغاربه، تفقي هاد المنطقه كلها كيقول لك حنا مغاربه الصحراء الشرقيه. والان العسكر يشعر بانه
الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله غادي تفتح. علاش؟ لان الى ادخل حلقه اخرى طويله. السبب ديال الملف ديال الصحراء المغربيه الغربيه ولا الصحراء الغربيه المغربيه، حنا غنزيدو نقولوا الاطلسيه دابا، لان المحيط الاطلسي كنت هذه القضيه كنت درتها انا ديال الاطلسيه قبل ما بغاوش يشوفوا يدوزوا هنا. الصحراء الغربيه المغربيه الاطلسيه السبب ديال هذا المشكل النزاع هو الصحراء الشرقيه. باش انك ما توقعش واحد الاتفاقيات تهرب منهم، اتفاقيات كثيره، باش ما يطرحش المشكل ديال غار الجبيلات، هاد الحوايج كاملين متقين. اشنو داروا هما؟ مشاو مع مع القذافي وصنعوا البوليزاريو، لان البوليزاريو تصنع، صنعوا البوليزاريو وصنعوا نزاع وداروا اسم خرج من الجامعات، الجامعات المكسيكيه هو الشعب الصحراوي، راه خرج من الجامعات المكسيكيه، راه كل داكشي بروباغندا. هاد الدليل ملي بدينا كنهضروا معاهم حنا باللغه ديال القانون الدولي كيسكتوا كيتراجعوا. باش ما نرجعوش الصحراء الشرقيه المغربيه، باش ما نرجعوش للصحراء الشرقيه المغربيه. ولكن مع الخطاب ديال جلاله الملك صافي الملف دابا حسم ديال الصحراء الغربيه المغربيه. الى خرجت فرنسا الوثائق غيتفتح الملف ديال الصحراء الشرقيه. يعني وراء الوثائق ديال فرنسا غادي فرنسا الى خرجت الوثائق. كيفاش غيتفتح هذا الملف؟ مثال بسيط، كاينه واحد المجموعه تما اللي كاينين في المناطق الحدوديه ديالنا، اخرى ما كاينش الحدود. انا هاد الوثائق شفتها بعيني وشتها بعيني وقريتها. عندهم وثائق. كيف شفتي هاد الوثائق؟ هاد الوثائق شفتهم انا في سميتو في الشرق ديال المغرب، شفتهم في بالضبط. كان شي واحد جاب لي واحد الملف، كنت مشيت ل ماشي وجده، الرشيديه. شي واحد جا عندي، جا من فيكيك ومن ديك من المناطق من تما، جاب لي واحد الوثائق ديال النوتير ديال فرنسا. انا كنقول لك هاد الوثائق يمكن لا قلبت عليهم نعاود نجبدهم. النوتير ديال فرنسا شنو فيها؟ اراضي ديال هذوك الناس، عائلات داتهم فرنسا وعطاتهم للجزائر. النوتير الموثق الفرنسي، هما اراضي، اراضي مغربيه، اراضي مغربيه ديال هذوك العائلات، ديالهم اراضي. ملي فرنسا صوبات الجزائر دات لهم هذوك الاراضي ديالهم، شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ فرنسا. دابا فرنسا الى خرجت الوثائق اللي متعلقه بالصحراء الغربيه المغربيه، لا الا خرجت الوثائق ديال الصحراء الشرقيه، ولكن بلاتي حنا نفترضوا مثلا صافي الملف سالة الامم المتحده ديال الصحراء الغربيه المغربيه، غادي شوف واش المغرب هو اللي غادي يمشي. العسكر دابا كيخاف من هذه القضيه. العسكر دابا كيخاف، كيقول لك المغرب غادي يفتح هذا الملف. لا ولكن طريقه باش انه يفتح هذا الملف، واش تعتقد انه المملكه المغربيه غادي تمشي على الامم المتحده باش تفتح ذاك الملف ديال الصحراء الشرقيه المغربيه؟ حتى واحد ما كيعرف شنو وقع، حتى واحد ما يعرف. ما تقدرش تقول شنو، ما تقدرش تقول هذه المساله هذه. وبالنسبه للملاح، انا في نظري ملي بدات الجزائر دابا الان خرجت للمواجهه مباشره، وبدات كتمشي للجنه الرابعه كيمشيو، ماشي كيمشيو، ردوا البوليزاريو هما اللي كيخرجوا للواجهه. انا في نظري الان يمشيو ناس جمعيات من الصحراء الشرقيه ديالنا اللي محتلها الجزائر عطاتها لها فرنسا، يبداو يمشيو يمشيو للجنه الرابعه. الحساب السياسي كذلك تيخص دير هذه القضيه، خاصها دير هذه الدور هذا، تجبد هذا لان خاصو يجبد الملف هذا، هذا الملف خاصو يبدا يجبد. وحنا حتى حنايا مسؤولين على هذه القضيه، نحاول حنا مسؤولين. لا واش حتى حنا الدور ديالنا نجبدوا هذا الملف؟ الاعلام، الاعلام بشكل عام، سواء الاعلام هذا ولا الاعلام بديل، وكل واحد ولا مازال ولا نتسناو. لا حنا كنجبدوه سميتو، حنا كنناقشوا هذه القضيه، راه حنا كنقولوها، حنا كنقولوا انا مثلا، حنا كنقولوا في الجزائر كنشدوها بهذه الطريقه. كاين الغرب ديال الجزائر، انتم مغاربه تينمسان هذوك، وكنقولوا تحيه للاخوان ديالنا في الصحراء الشرقيه المحتله بشار وتندوف، وكنقولوا تحيه للقبائل، وكنقولوا تحيه للجنوب ديال الجزائر اللي هو في الاصل الجنوب ديال الجزائر كانت عنده علاقه بالمغرب. علاش؟ لان ما كانش عنده علاقه بالجزائر، الجزائر كانت على الفوق، كانوا كيسميوه قوات الدعم الافريقي، كيسميوهم قوات الدعم الافريقي. والدليل الملاريا الكوليرا لتحت، حتى واحد ما مسوقهم هذوك
في تامن راس وديك المسائل تما. اذا الجزائر راه كاينه على الفوق، كتعرف الجزائر كي دايره بعدا، الجزائر كاين الفوق وكاين الجنوب لتحت والوسط خاوي، راه الوسط خاوي. العدد ديال السكان ديال الجزائر شحال؟ ما فيه حتى 22 مليون. اكبر اكذوبه هي قال 44 مليون، بمعنى النص اشباح. ورجع الانتخابات، رجع الانتخابات، رجع. انا نعطيك مثال، 14 قال لك شحال، 14 مليون 14 مليون نخيب، وانت عندك 44 مليون. هذا النظام العسكري شحال بقات؟ 14 مليون بقات شحال؟ بقات حيدة من 44، شحال بقات؟ بقات 30. 30 مليون، او 30 مليون كلهم دري صغار، كلهم دري صغار اطفال ما واصلينش سن الترشيح، ما واصلينش سن ديال التصويت، ما يمكنش. ما يمكنش باش تعرف بانهم كاذبين. كاينه اكذوبه ديال البنيه الديموغرافيه. العسكر ديك 22 مليون، حتى في الانتخابات راه صوتوا 3 مليون. لا ولكن حنا شحال الهيئه الناخبه، شحال ديال الناس. وشوف حنا مختلفين، لان حنا ما كنفرضوش على الناس يمشيو يتقيدوا. كاين اللي ما مقيدش، كاين اللي ما مقيدش. اما هما العسكر كلشي خصو يتقيد، ما يمكنش. يعني ما تقيدتي دخل الحبس؟ لا ما تقيدتيش. واخا حنا نبقاو مقابلين الجزائر وسبتهم ليليا، سبتهم ليليا كنسميوه حنا من الملفات النائمه. شنو الملفات النائمه؟ لان سبتهم ليليا راه مرتبطه بحاجه اخرى، مرتبطه بجبل طارق. سمعتي؟ سبتهم ليليا كنسميوها الملفات النائمه. كاينه هذه اوراق اللي يمكن تخرج في اي وقت، وكاين جبل طارق. جبل طارق في اسبانيا ودخل فيه المملكه المتحده، المملكه المتحده بريطانيا. اذا هذيك المنطقه اللي تحرك فيها ملف تحرك كل شيء، ولا غير الجزر بحال اللي في الحسيبه، النقور وجزيره باديس. هذاك شو هذيك تسمى ملفات نائمه. خلي عباد الله كيقول لك هذاك ملفات نائمه، كتوظف في الوقت ديالها. والملاحه الجويه اللي كتحكم فيها الملاحه الجويه بدا النقاش. على سمعتي مؤخرا كيقول لك بانه راه بدات غير الملاحه الجويه. نشرح انا واحد القضيه، كاينه الاتفاقيه ديال واشنطن ديال الطيران المدني ديال 1944 ما خطاتش فيها. شنو كتقول؟ كتقول لك اودي المنطقه الاقرب، بحال شكون اللي قريب هو اللي كيراقب باش ما يوقعش مشاكل في الطيران المدني. شكون اللي كان قريب تما؟ لاسبانواز كانت قريبه، اللي عنده تجهيزات اقرب. حنا ما كانتش هذيك الساعه تجهيزات، هادشي علاش كانت معطيه. وكانت المنطقه انذاك كانت فيها الاستعمار الاسباني. اذا كانت قريبه لاسبانواز، كانت اسبانيا عندها تجهيزات. دابا الان تغيرت الامور، راه كاين الان كاين الان نقاش. راه كان تصريح اخير من اللي جا هذا ديال اللي كان دار زياره اظن ديال لاسبالماس اظن، ولا اللي كان دار زياره قال باننا حنا راه كنصفيو هذا الملف، هذا كنصفيو، ما عندوش علاقه بديك الفكره اللي كيقول بوليزاريو واللي كيقول راضي الليلي ديك الروينه كامله، ما كاينش هذا. المسلم مسرات وقت وصافي. تبارك الله عليك دكتور عبد الرحيم، شكرا جزيلا. عندك طويله سي. ايوا راه بعد ما بدينا جو بونس مع الخمسه لاروب. دابا شحال؟ دابا سبعه لاروب. إذا درنا ساعتين. ساعتين بحال هكاك، والله ما عرفتش ساعتين ياك؟ ساعتين تبارك الله، ساعتين. درنا ساعتين وجتيني أنا، جتيني أنا اليوم كنت كنقري وجايب الغدا. هو مشو نتغداو؟ لا لا ما مشو دخلنا نتغدا. لا جتيني بالغدا، ناقش معاك بالغدا، تعرف راه باقي. أنت أنا مازال ما تغديت صراحة، أنت أنا مازال ما تغديت، أنا جيت من كازا للرباط كنصور. تبارك الله عليك، ومزيان هذه كانت فرصة، لأن فات منا كان غيكون عندنا موعد، ولكن أنت الدار البيضاء دابا أنت حدانا. مرحبا في اي وقت. انت شكرا لك بزاف، شكرا على المعلومات اللي عطيتينا وعلى هذا، وسمح لنا. لا لا مرحبا. تبسلنا عليك شويه. لا 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 مرحبا، كاينه حريه في النقاش. انت كتعرف انا ما عنديش حدود، بالعكس النقاش كان مزيان، مزيان النقاش. داك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على برنامج طوال توكس.